صبايا تزوج حركت عيني فيهم متألمين وحديتهم بالغرام يا دار الغرام كان يشغل فيهم ولا الموت جعلتهم يتيمات صبايا تزوج حارت عيني فيهم متألمين حديتهم بالآهات يا دار الغرام كان يشغل فيهم ولا الموت جعلتهم يتيمات صبايا تزوج حارت عيني فيهم متألمين حديتهم بالآهات يا دار الغرام كان يشغل فيهم ولا الموت جعلتهم يتيمات صبايا تزوج زوج يا دار الغرام كان يشغل فيهم ولا الموت جعلتهم يتيمات شرب محاقيق وتوسيح الخمر شرب
برنامج الجزائري يا شو. هذا البرنامج راح نتكلموا فيه على عدة مواضيع سياسية اقتصادية ثقافية وحتى رياضية. إذا دون إطالة نرحبوا بالفنان عبد الرزاق قني في تفصل معنا. الموسيقى نروح للممثلة اللي برهنت في هذا رمضان أنها ممثلة من الصف الأول. مشاهدينا الجمهور لو حضر معنا نرحبوا سويا بالممثلة سهيلة معلم. مساء الخير عليكم طول الموند وصحة فطوركم. الآن نروح مشاهدينا للإنسان اللي تحبوه لبالك بين المنشطين هو اللي يقدر يكون من أحسن المنشطين اللي عندنا في الجزائر. راكم فهمتوا شكون هو حاضر معنا. نرحبوا بنعيم سلطاني. شربي حاجة من عندي والله. هيا هاد الجهة هاد الجهة هاي اليد اليد هاد الجهة هاد الجهة. مازال الخير عودها مازال الخير. الله الله عليكم. الآن نبقاو مع التمثيل والتنشيط ونرحبوا بلال وبيتشيتشي. بيتشيتشي راكم راقدين ليكيب تاعي هادي هما داك يبداو ليكيب تاعي هادي هما راقدين سامحوني. نقول لكم صحة فطوركم وجيسبر إن شاء الله نجوزوا وقت شباب. بيتشيتشي ما جاش اليوم. نو ما انا با داكور ما راناش موافقين معاك. ما فهمتش وتي ما يقضيش انا لا لا صاحبتي تي حنا حبيناه ونحبوه. نو هي دوك نحكي لكم بيجيتي راح يشري لولادو صغار حوايج تاع العيد بصح قالنا ماشي مزود جوستومون هذه اللي حرت فيها كي قلت له قال لي ما تدخلش روحك. بصح سماطه بلا بيجي ابان دوك نستنى واحد يجي وخلاص. معليش تفضل معكم. معليش نرحبوا بك. معليش ميرسي يعطيكم الصحه. الآن نروحوا كالعادة نرحبوا بمحمد سلطاني. فيها ولا ما فيهاش؟ زيدوا شوية زيد شوية يا تصفيقة. بون اليوم بيان سور احنا نهديو لكم هذه صباية زوج اللي خدمها الشيخ عبد الرزاق النيفي لكل محبي الفن الشعبي. وبالمناسبه نترحموا على الشيخ الهاشمي قروابي الله يرحمه كما نترحموا على كل فنانين في الجزائريين سواء فن شعبي ولا غيره. وان شاء الله نقول للناس اللي الشيوخ اللي مازالهم عايشين ربي يطول في عمرهم. عطينا حاجه سلطاني حبيت تعرف. ايا روح نديروا استخبار شيخ بصح عاوني يا ما لي عاونوني حافظ زوج كلمات برك بصح انا. معليش معليش روح معليش. الواد الواد يدي للبحر والبحر غامق غامق
عليه ان شاء الله برك انت ما تغرقش. اذا من محمد سلطاني نروحوا لمروان قروابي. مساء الخير عليكم. شدك البحر اللي غديت عليه يا سلطاني. اللي خايف انيس اليوم في الميسيون جيت تسونامي ولا على واش دار يعني. صافي بليزير لك وحاضرين معنا. مرحبا بكم كاع كيما راكم. اليوم في الميسيون عندنا سلطاني وسنين، عندنا نعيم سلطاني، وعندنا دو سلطاني، كل طبله فيها سلطاني. ويعني انا ماذا بيا لو كان نمبروفيزي حاجه يعني حنتيري انا على بالي كالعاده يعني حسب ماذا بيا في سنتي يعني لو كان تعطيني شتك زعما اغنيه تاع بقالات هكذا شغل فون. اعطيني فون ديما راني نهضر يا يما هكذا نغني حسني هكذا تبعها اليسا تبعي ولي غوكار. اليوم الهضره قليله ولو كان ما جاش لي ميسيون مليحه تبهديله ريحي ما تضحكي باسكو كي بديتي ديرنا تبهديله. نتفكر لعبت معاها الغميضه ولعبت معاها تشيله على جالك نبيع صباطي ونجيب لي غفيله. ما تضحكوش عطوني تصفيقه كبيره وديدي كاسلي كيسو هنا بارك الله فيك. تحب نزيد لك وحده على كاش وحده وعد تير هكذا واش تحب؟ نعاود لكم وحده اخرى راح عاود ندخل كيما دار دوكا. اليوم البحر راهو يعاني والورد قطع مجناني وبهدلتنا بديك الغنيه يا سلطاني. انت حبيبي نحبك وماشي بالعاني وخويا وماشي براني نحبك والله العظيم وديديكاس السلطاني نعيم. ولا صبت شتا يجي الصيف وجاز جا الصيف يجي الخريف وانا انسان حنين وماشي عنيف وتفيقه كبيره للفنان مسيو كنيف. وبالمناسبه فيك مروان عنده النيف غادي يجي يقعد حدافي بيشا. السلام عليكم. اذا من مروان قروابي نروح نشوفوا واش كاين في القفيفه تاع اليوم مع نسرين مكتونيف. الجزائرية شوك كما على بالنا عندها جمهور غفير يحب يتبعها بصح مالوغوزمون هاد ليامات كاين واحد لا كاتيغوري هكذايا ما يقدروش يتبعونا باسكو راه مع لي ريفيزيون تاع الباك اي دايور سي لو سوجي دو لا سواري. بس الخير عليكم وصحة شريبتكم. اذا من امتحانات البكالوريا نروحوا نستقبلوا سويا شكون اللي بقى؟ رياض أبركان يتفضل معنا. رياض ماكش راح تكون معنا ولا بدك تخدم ولا ايه ونختموها كيفاش؟ لا فوتو دو فامي شحال هو يستنى فيها شحال هو يستنى ان شاء الله. اه اسختي رياضه هيا عطونا ابتسامه صابوا الحجره خليني نشوف تاعكم عطينا بيض بيض ما فهمنا باللي افر عرس اليوم والله وين هو العرس هذا اللي تهضر عليه فهمت اه بيض تاع ما تفهمتش شي مدام يعني نبداو لي ميسيون ولا مازال لا كاين الفيستا تاع مروان جام يلبس هذا الفيستا انا في حياتي ما شفتهاش خلاها سبيسيالمون على جال الحصه حبيت نسقسيك كاين تحشموا فيها باك جامي تكون حبيت نسقسيك في حياتي اصبر كاين هكذا بوروم كاين هكذا بوروم سلطاني كفايه دب راسك باسمك يرحم والديك فوالا سلطاني صافا راني هايب انا في الكوليس يعني مازال ما بديناش واش داك صاحبي الحاجه من خطياتك يا روح عندي الكاميرا تاعكم انت بدا هادي تجي لي وبدا يفيلمي خدم صال دي فات ودير عراس شوفي هادي رياض معليش خليها تا غاطي تا فوكاس انا كلمه يا باش لا فوتو كلمه لي ميسيون تاع اليوم باذن الله غادي تعجب كاع الغاشي قادو برونشي نموت عليكم ديك النعمه وسلام ان شاء الله تري بيان برافو دونك جو سي كونتونت بور لا دوزيام فوا اللي راني في بلاطو الجزائرية شو وان شاء الله ندوزو وقت شباب. ما تزوميناش نيفا واش بيتغير؟ لا لا خويا بيتغير. لا لا رياض راك تقعد لي كاع البرنامج هكذا انا ندوز واحد او قرر غير علاش؟ اني سخفت لي ديفوت معاهم بعد بون ايا كاميرا مان اروح تريكيبيري الكاميرا ديالك فوالا تخي بيان وحنا ونريكيبيري رياض بركان فوالا هاك مهدي ايا مهدي اروح برافو أو مادي هذا
هذا هو مهدي فوالا هذا هو مهدي ايوه هذيك الساعه نحي برك التليفون تاع الجزائر يا وان وطيح اعطينا بوحده ديك النعمه يا رحمه الشيخ إذا مشاهدينا كم فهمتوا شو يسنا فيكم في سهرة اليوم في برنامج الجزائرية شوف في قناة الجزائرية وان فاصل ونواصل فرحانين بتواجد سهيلة معلم معنا في برنامج الجزائرية شو بيان سور نعيم سلطاني اللي تحبوه أكيدكم حابين تشوفوه من الجانب الآخر في الدردشة والطولك شو مرحبا بك الفنان ديالنا نعود نرحبوا بك والأوركست خلي رافق الفنان نرحبوا بهم كذلك بلال خليناك تدخل بلا بيتيتي بصح بو معليش نرحبوا بك مرة أخرى حتى ولو يخص فيها بيتيتي جيها برك تصفق اللي قبلتوني باسكو ماكش على بالي بلي هو أصوب بوان عنده مكانة كبيرة في الجزائرية معليش دوك نعيطوا له في التليفون ونشوفوا مدى بك والله نرحب بالجمهور لو حاضر معنا اليوم مروان رياض نسرين سلطاني لاباس لاباس كوم دابيتود انا ماليش مليح كاع على كيما تاع رياضه كيما تاع على الغنيه اللي داروا هذا الغنيه شغل تخسر روحك ميسيون تاع ليله الشك بهذيك الغنيه على صاحبي قريب ليله الشك تاع العيد بصح ماشي هذيك تفهمنا العام اللي فات خلاص على ماكش مليح على الغنيه الغنيه برك الباقي سوبر انا كود جول انا في الطريق كي جي جاي في لوتوروت ثروازيام فوا كاميون اللي كاميون اللي جمع اللي جمع لا بوبال 130-120 حارق طريق نورمال من بعد غدوهم داك يقول لك اكسيدون تقدرت الوغ كو لي جون سو ايغوسبونساف طريق ومازال نهضروا على هادشي دونك اليوم صح جينا زعفانين مقلقين على جال هادشي وعلى حساب واش قالوا انه في الشهر الفاضي لي زاكسيدون لي صراو ربع ساعة قبل الأذان حتى ولو كاين مائدات اللي يحطوهم في لي زوتوغوت باش الناس تقدر يعني تخلي بصح باغ اكزومبل كومبورتمون هذايا واحد يقول لك لو كان ماشي ولادو ولا فاميلتو نحيولو الخبزات تسمى مازال نفس السوسيال بصح كاميون اللي يجمع لابوبال 130 troisième voie je c'est vraiment inacceptable inacceptable à mettre la vie des autres en danger لازم نحو هذه تاع الماء خبزه ولادو خبزه مرتو نون بونس aussi aux autres donc بديت عندي كود قال سي فالين نروحوا نتكلموا مباشره مع انا عندي ماتريك نتاعو الا حبيتو ماركيتو اخلاص مسكين دوك صايي رياض خلت حال فالي مروان خلاص نقعدوا نهضوا غير على الغنية خلاص انت راك لابس شباب وراك بالباج عارف على هالباج لاريس والله العظيم دوك راك تضلي على الغنية اذا سوي لا معلم قول لنا قبل ما نتكلموا صافا نسرين صافا علاش درت نسرين اسكو صافا باسكو عندها الباج لازم نشيق لكم انتم هي صغيره فينا انا باسكو نسرين يوم الصباح راهي ديجا كانت حابه تكملها هاك اليوم C'est pas vrai. كانت حاجه ناقصتني سيتي لو رول تاع بيبيشا سيتي لو بلاطو ليكيب اي تو مروان اوسي باسكو خدمنا 4 سيزون كل عام كنا نديرو بيبيش وبيبيشا هاد العام حسيت بحاجه ناقصه فريمون حسيت لابسونس فريمون تاع مروان سيمينيو ماشي ندير ياسي باش سيمينيو وحش ماري الحب كي تعلب بونج بد الخاتم جماعه شحال عندك باش تيش مروان عندي ما شفتكش مروان كلشي ممكن ما عندي ما شفتوش واحد 4 موا
والله لانه كل واحد كان منشغل بالاعمال الرمضانيه اللي عنده ما كانش عندكم الوقت حتى ولو عاده تكونوا مشتركين في عمل رمضاني يعني ولكن بيبيشو بيبيشا ما كانش في التلفزيون هذا العام هي انا جو في دير طوميو كيما كانش كاين بيبيشو بيبيشا اختار سانزا بيرمي ولا الشيء اللي خلانا نكتشفوكم في اعمال اخرى مختلفه لو كان رجعتوا في بيبيشو بيبيشا في 5 سيزون بالك ندخلوا مع سورتو لا 4 انا با اكروشي كيما لي تقدروا نجاوبوا كريا انت تكمل نجاوبك اني سنبي جاوبني يعني الرابعه ولا الكاتريام ما حكمتش كيما لي 3 بروميير باسكو لا بايتي بزاف غاشي رسوم الكونتيكست اللي نعرفوكم فيه اكزاكت اكزاكت اي بي هاد العام وجوه معاهم اللي حنا والفنا اللي عملوا دخل لو بوبليك الجيريان تعاود يشوف لي لو كوبل لو كوبل سي سا لو كوبل لا كومبليسيتي تاعو لي لا في كوتيديان تاعو كيفاش الوغ كي دخلوا بزاف لي بيرسوناج تبحرنا تبحرنا شوف انا لازم تعرف بلي انا وسهيله وهذه مقبيق قلتها لها في طوموبيل كي قرينا سيناريو تاع سيزون 4 حاجه الاولى اللي غير قرينا السيناريو غير قريناه انا شخصيا بديت نبكي باسكو انا وسهيله ولفنا نلعبوا شغل باين لو كوبل زادوا لنا الغاشي دوك حنا اللي تي ترو طاب لا لا اونيتي دقيقه سمحي لي اونيتي با داكور كاع حنا ما عجبناش الحال في لاكات ماشي زعما حبينا نلعبوا وحدنا حنا ولفنا الكوبل تحب دير ان كونسيبت فيه بزاف الغاشي سماه ماشي بيبيشو بيبيشا سماه اوتيل سماه ماشي بيبيشو هي ديجا في 3 سيزون دخلت بهيه راشدي بهيه راشدي الي ديسكريت في اللعب ديالها يعني ما ديرونجيش حتى ولا كانت كاينه يعني كامل الجمهور تقبلها بصح 4 سيزون خرجتو كاريمون من هادشي ما لعبوش ليميت اوغوزمون مزيه ما دارتش 5 سيزون باسكو كانت رايحه تروح حاجه واحده اخرى Non, parce que c'est tout simplement, c'est un scénario, c'est l'adaptation de la bibiche ou bibiche. Tout simplement. Allez, t'as passé. Ou après, avec une négociation, si on a négocié avec les producteurs, avec le scénariste et tout, on allait au dernier à la maison. Ce serait bien qu'on dirait dans la maison. Au moins, on t'laqa ou l'aïla t'laqa et tout. Voilà, quand on le fond d'or, c'était ennuyeux quelque part. C'était pas justifié. Exactement. Alors, si on a qu'il fasse, on a eu le couple d'art, باش ما يعطينا شويه ان بوفي دو حتى ولينا ولينا رياض سمح لي عباك تنمو في سيزون 4 وحشنا نلعبوا شغل وحشنا نلعبوا نويه ولينا اون برون بليزير ا تورني في لي بوب ونلعب بيبيشا بيبيش دار هذاك هذاك الريتم والله نلعبوا في لي بوب سيدي دي لي بوب مي خلصوك دوكا خلينا ولينا اون برون بليزير ا جوي في لا بوب كو في لا سيري اي سا سا نوزا با سما حبيت نقول لك بلي لا سيزون 4 حنا على باز ما رديناش مي فيو كان كاين الشعب انيسه كان كاين الشعب كان يستنى وكانوا يعني حشمنا اي بي فوالا ولكن كما قال رياض مروان وسهيله شفناهم في اعمال اخرى ومن بعد نعود نولي لسهيله باش نتكلموا على الخاوه الجزء الثاني اللي بينتي ان سهيله معلم الان في القنوات الخاصه ولا العامه يعني لازم تكون سهيله في شهر رمضان لانه خلاص الان اصبح عندك جمهور من بعد نعود نتكلموا على هذا الدور نعيم سلطاني نعيم سلطاني هذا المنشط اللي في كل مره الناس يتجاوبوا معاه عبر برنامج اليد في اليد نشوفوا لي زيموسيون تاع نعيم سلطاني العائلات كيفاش يحبوه وكذلك شفت واحد الميزه اللي انا شخصيا نحبها لما نكون مثلا عندي برنامج الجزائريه شوف نحب هذيك العلاقه بين المنشط والفريق التقني وهذه الحاجه لنعيم سلطاني اللي نتعلموها منك ربما انه عندك فريق يعني تتكل عليهم ويتكلوا عليك في فنشوفوا حتى في الكواليس ولا حتى لما تصوروا برنامج اليد في اليد هذيك العلاقه بينك وليكيب ديالك فنحييوك على البرنامج اليد في اليد لي لي بالك فرحت بقدرة ربي سبحانه والعمل الجبار اللي تقوم به انت والفريق تاعك ترجعوا الضحكه للعائلات وفوالا وانت حوست يعني كيفاش تساعدهم وتقدر برك تقول لنا نعيم حاجة للجمهور تفضل قول لهم حاجة باللي فوالا توحشتهم ديجا هكذا كاع واش قلتي خلاص ليموسيون بدات باسكو نعيم تخي سونسيبل نعيم تخي سونسيبل رابح ليموسيون شغل تو ريزومي سي سا او فيت حكيتي على الفريق التقني حكيتي على العائلات حكيتي على البسمة تاع العائلات اللي فقدوها حكيتي على يعني على لي تورناج حكيتي على لي زيموسيون سي سا ليد فليت هذه كي تشوف دراري صغار يتام وكي تشوف ارامل وكي تشوف راجل اللي فقد لا دينيتي تاعو قدام ولادو وين ما يقدروش ما نقدرش نقول لك ما ياكلوش لانه ما كان حتى جزائري ما ياكلش ما كانش بارابور اوزوتر بيي الجزائري عمرك ما تلقى جزائري يرقد
بلا ما ياكل لا يموت بالجوع وين مي سوف كو كاين ميزيريا كاين ميزيريا واحد يقول الصح اون غوسوا ابوبري 800 حتى 900 ميساج في النهار وكاع حكايه وحكايات كل حكايه وحكايتها ما نقدروش يعني ما عندناش خاتم سليمان ولا باغيت ماجيك باش نقدروا نعاونوا كاع الناس مي ديروا لي عليكم كل سمانه عندنا عائله وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله الجزائري معروف بروح التضامن الجزائري معروف معروف بروح الاخوه الجزائري معروف انه عمره ما يخلي خوه يطيح احنا عايشين في الجزائر ونعرفوا كاع كي تروح باغ اكزومبل بدراهمك ما تلقاش ماسو والله ما كاين انا عندي 60 ماسون في كل خطره 60 جو مو روتروف افيك 300 بونوم الله يبارك اليوم هكذا اليوم راني في حجوت معلوم في واحد يعني الارمله عندها زوج بنات ما عندها ني راجل ني طفل ني ني ني, ني اب وعندها طفله مدوي عندها ربي سبحانه اللي سخر لها نعيم سلطاني اللي راح يساعدها وعندها الجزائريين دونك رانا رمضان نقول لك المام والبنيان ولي فور ما تقدرش ديرو في لا جورني كل الناس ماهيش صايمه هذيك الطاقه والانرجي اللي ربي مدها لهذوك المتطوعين ما تامنيش راسك نعم كمل تسمح لي قطعت لك الكلام كمل كان جو فولي رونتري سور ان تروك باسكو يعني كنا عاويه دو موفيز لونغ ولا كاين شي ناس اللي عندهم قراءات مختلفه اللي يروح من وضعيه اللي هي حقيقيه وكاين تضامن تاع الناس ونروحوا للسنساسيونيل ولا نروحوا يعني لبعض لبعض الامور اللي نوريوها بالك باش نقيسوا الناس ولا بعض الامور اللي لازم ما يبانوا ما تبانش بلوتو سادير كو اون اي في هذاك لو ديبا ولا هذيك لا كيسيون تاع دواتون ديفوزي او با المالور دي زان ولا التضامن تاع الناس في هذا السؤال يعني البرنامج يقعد معلق بين هاد لي دو هاد لي دو كيسيون اسكو نروحوا اي نروحوا في سنساسيونيل ونوريو لو مالور دي جون باش نسونسيبيليزيو الناس وباش باش يكون يعني تكون يكون تضامن ويكون ناس واحد اخرين يقوموا بعائلات واحد اخرى بلا ما تكون حصه اليد في اليد جو كخوا سي البوت هذا هو الهدف باش الناس تفيق وتحس ولا كاين يعني بعض الامور اللي ما نتقبلوهاش ولا ما تقبلهاش حتى العائله بصح مادام الحق كما نقولوا حنا المسلع ضم يقول لك معليش ندير لي ميسيون مي ليسونسيال نربح دار ولا نربح سيتواسيون رياض شوف احنا مسلمين اذا كان ناخذوا الجانب الديني ربي يقول لك دير الخير سرا او علنا العلنيه لمن باش تكون قدوه حسنه باش تكون عبره تربي على الخير يا رياض هاد العائلات اللي رحنا عاوناهم صافزيش كومبيان داني هما عايشين في هذيك الحاله واحد ما شاف فيهم واحد ما شاف فيهم ربي كتب لهم الرزق ربي هو الرزاق اسكو تعرف خير من ربي بوزي سيت كيسيون طرحوا هذا السؤال يا ناس كي يقول لك دير الخير وتصور معاه يا اخي ارواح شوف بعينك ارواح اوقف معنا ساعه في الشونطي تفهم ما انا شفتك توجد يعني حضرت وانت كنت توجد دونك اذا كان خدينا الجانب الديني ما نعرفوش خير من ربي ربي هو الرزاق اذا كان ربي رزقهم واحد ما ينحي لهم اكيد نولوا الجانب الانساني الناس هادو ما عايشين في حاله مزريه مده سنوات بور سونسيبيليزي للتحسيس نحطوا ان تيزر نحطوا اون فيديو صغيره وين كاين دي 2 مليون 3 مليون دو فيو وهذه عبره كذلك سمح لي نعيم سلطاني نقولوها اليوم انه عبره للاثرياء اللي موجودين في الجزائر انه لو كان كل واحد فيهم يدي عائله ما عندهاش منزل ولا يدي ارمله يستكلف بها فياخذ العبره على ما اظن من برنامج اليد في اليد يا انسه اسمح لي نعيم. يا ما سمعنا قبرك محمد يا ما سمعنا حكايات تاع السرقه يا ما سمعنا حكايات تاع الناس ما تستاهلش يا ما سمعنا حكايات الجزائري ولا المتطوع ولا اللي كي تقولي ناس مرفهين يحبوا يديروا الخير مي تيلمون سمعنا حكايات يا ناس نسمعوا باللي قدام الفارماسيان واحد ولا وحده تعطيك اوردونونس كي تقولها تقول لك اعطيني دراهم نشري دواء روح نسربيو لك يقول لك لا نديهم دراهم كاين ثاني فارماسيان يقول لي نشريو لها الدواء تروح تعاود تولي تقول لك هاك رومبورسيهم لي صح
وزيدوا هذه هدف الدواء برك. نقولوا انه في البرنامج اليد في اليد عندكم لي دوسي الملفات وتدرسوهم عندنا ملفات ونديروا تحقيق تحقيق تاع الفوازيناج تحقيق تاع العائله. نعطيك مثال، السيد ما عندوش معليش ما عندوش مي بصح خوه عنده خوه هو اللي اولا يعاونو ماشي انايا صح ما يهضرش معاه ولا ما ماشي متفاهمين يجي نهار وين يتفاهموا نعم تحت في ديكا وين هكذايا هكذا حبوا يديروا شغل حبوا يديروا السفره تربح وصوت تيم ولي زابيسي ولا البلديات بون كاين اللي بعض المرات يعاونوك يعطيو لك يعطيوك الالات تاع لي ماشين شاكي ميسيون شاك ايميسيون مي شاك ايميسيون صعوبات ما كاش صعوبات شاك ايميسيون عندك عندك لي زوتوريتي راهم هنا واقفين واش تسحق يمدوا لك اون بارل دونجان اون بارل دو 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 ماتيريو ويحلوك البيبان مع لي الناس لي تاع البلديه. باغ كونتر نايم جو في دون ميم سونس كو توا يعني مانيش مي انا كمشاهد جو مي بوز دي كيسيون كي نشوفوا كامل الحملات اللي تندار وإعادة إسكان الناس والسوسيال واللوجمون سوسيو بارتيسيباتيف ولا بعض البلديات اللي يغوسانس كاع الناس اللي ما عندهمش ويعطيو لهم سكانين بعد ليميت باطل. هاد الناس اللي يعانيو اسك في المناطق ديالهم ولا في البلديات اللي هم يعيشوا ما عندهمش هاد السيستم ولا يسون مارجيناليزي ا سو بوان ولا شوف رياض حنا الناس باش تعرف الشروط الناس اللي انا نعاونوهم الشرط الاول لازم تكون عندك دار بضاله. نعم باسكو لو كونسيبت دو ليميسيون سي تعاود الدار في سمانه لازم تكون عندك داره. باش تكون عندك داره معناتها عندك ان لوجمون داكور معناتها توي انسكري في لو روجيستر ناسيونال دي لوجمون ما يقدروش يعطوا لك ان ابارتمون ديجا عندك دار خلاص. هذه وحده. تقول لي البلديه ولي سيرفيس سوسيو لازم يعاونوا اون شيرش با لي كوبابل مو جو شيرش لي سوليسيون جو مون فو كي افي كوا نعم سلطاني باش نقولوا انه لي فيو تاع اليد في اليد يعني في مقارنه بالك بالبرامج الاخرى في قناه الجزائريه وان بالك هي البرنامج لي لو بلو ريغاردي باش نتفاهموا. ونعيم سلطاني من المنشطين المحبوبين كثير في ما بين المنشطين. فقط حبيت نقول المروان رياض نسرين وسلطاني حنا يبعثوا لنا في لاباج تاع الجزائريه شو بعض الرسائل وين لحمنا يشوك ودي فوا نكونوا عيانين فلما نعرفوا باللي الناس راهم يسناونا اوني موتيفي ونضحكوا ونخدموا من قلبنا. فكيفاش نعيم سلطاني يبني منزل مع الفريق تاعو ويشوف هذيك الفرحه تاع العائله ما يبكيش. فهذا سي لي زيموسيون وفوالا اقعد كيما راك نعيم ما تبدل والو. ما بعد نعاود نوليو ليك نعيم باش نقولوا انه نعيم ماشي فقط الجزائريات مجله الجزائريات اللي راهي رقم واحد من بين المجلات في الجزائر وانما ولا منشط اليد في اليد لكن ارجع منتج يعني ما بعدنا هضروا على هذا الانتاج المولود الجديد اون فادير بلال وقتاش نعاودوا خلاص راهو شيخنا جبنا هذيك على بالي وعلى بالك نروحوا لعبد الرزاق قنيف. عبد الرزاق قنيف الحضور والصوت ديالك مفروغ منه ولكن هل عبد الرزاق اليوم نقولوا انه مهمش اعلاميا ولا حتى في لسان ولا خلاصوا القعدات تاع الشعبي ما همش مبرمجين؟ شوفي على كل حال باش نهضروا على التهميش التهميش راهو تما بقوه بقوه في كاع الجوانب للفنان ماهوش يخص غير الفنان المغني سواء الفنان المسرحي ولا السينمائي ولا الفنان اللي هو يغني وينما حنايا انفان رانا شغل سي تو فو لارتيست الجيريان البريكول ترافاي با ما عندوش ان بروغرام مازال ما لحقنا باش الفنان عنده برنامج عنده برنامج وعنده كدا وي ما عندناش حنا نخدموا هكذا اوزاغ ما نقدر نقولوا سمح لي لو كان ماشي يعني كاين العراس ومنا لو كان الفنان ماشي عايش العراس اوغوزمون اوغوزمون تما تعيش بالفن تاعك بالستاتيو تاع فنان اوغوزمون خلينا هذوك العراس يعني اون بريفي كي نخدموهم ولا نخدموا مع دي زورغانيزاتور بريفي هذوك سي بريفي الحمد لله وانما برنامج يعني من وزاره الثقافه ولا يسمعونا ولا كذا ما كاش برنامج. عبد الرزاق وبعد نعاود نطرح عليك سؤال اخر سؤال مهم. بلال
وي الو الحمد لله الحمد لله جدلتي الو بيشي شي فوالا احكي لنا على هذا لي كابسول راهم يجوزوا على قناه الجزائريه وان اللي نعيم سلطاني هو لو برودكتور البرودوي هذا تصفيق على نعيم العظيم يا لا تصفيق على بي تي جي باسكو هو الموهبة لا 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 تصفيقات حر على بي تي جي هو عمل هو الصحابة طيب بارك يا خويا مي الموهبة وحدها ما تكفيش بون داير هذه يا كيفاش جات لا بروبوزيسيون كيفاش اتصل بك نعيم كيفاش لا بروبوزيسيون كيفاش جات بون بدات في يعني في 8 مارس حتى ولو مازلنا زعفانين عليك معليش راح عليا انا علاش باسكو جيت بلا بي تي جي نو جيت بلا بي تي جي لا لا صح 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 راه جاي دقيقه برك باسكو علاش كيكون ما يخلينيش نهضر اها اي روح فهمنا بصحهم بعد معليش نفهمكم نروحو نجيبوها صح لا بروبوزيسيون ديك فاش كانت مع نعيم كانت بدات في 8 مارس يعني درنا سبيكتاكل في عيد المراه سبيسيال مول عيد المراه عيط لي نعيم بور فار ان سبيكتاكل درنا لو سبيكتاكل عجبو لو سبيكتاكل من بوبليك اللي كان تما تجاوب معاه تجاوب معاه وتفاعلوا معاه قعدت بيناتنا ديك الصداقه بدات بالعمل ومن بعد ولات صداقه دونك انا كان عندي صداقه انا كيفاش انا ما بالكيش تو ديال الخير بديت صداقه لا لا باسكو علاش اوتوماتيكمون اسمح لي انا نخدم معاك تعجبني خدمتك وي وانا نعجبك لا لا نقصر صداقه فهمتها بالك انا بالي الله يبارك شكون قال لك تخلص انا قلت صداقه انا قلت بالكيش تو ديال الخير هو هو قال لك صداقه والصداقه لا لا تعرف صداقه انسان وشغل جاكي شان ما تقدرش تخلع فيا انا قلت لك انا عندي سلطاني تاعي ما هضرش معك بالكل انا سلطاني فهمتيني سويله شاكاس وسلطانيه دونك بدات يعني في 8 مارس خدمنا لو سبيكتاكل هذاك ومن بعد قال لك لازم نديرو حاجه كان عندي ان كونسيبت اللي هو هذا ابل بيتشيتشي اتصل ببيتشيتشي يعني اللي عنده بروبليم يعيط له يريغلي له البروبليم ا سا فاسون بيان سور انا بوزيتيف هو يكون توجور في نيجاتيف رحت لعندو باش نبروبوزي له هذا الكونسيبت قبل ما نبروبوزي له الكونسيبت هذا بروبوزي له نوتر كونسيبت اللي هو الحمله ذات منفعه عامه هذيك تاع يعني تاع وبعد نتكلموا عليها هذيك شيش ما ترميش دونك برسك ميم ايدي ميم بالك الا شفتوا البيرو اللي درنا فيه هو نفسه سي لو ميم دونك بدات من تما ليدي انا جيت نبروبوزي له حاجه وبروبوزي له حاجه اللي برسك يتشابهوا خلطتوهم ودرتو درنا يعني المنفعه قبل الحمله ذات منفعه عامه باسكو هي الاولى اللي تجوز ومن بعد بدينا دو جور قبل رمضان بدينا التورناج تاع كيفاش راهي الاصداء تاع هاد لي كابسول لي كابسول هادوما راهم الحمد لله راهم ناجحين كل مومون راهم ناجحين كاين برك الناس راهي تقول علاش قصار فيهم 3 مينوت حنا نقولوا بصح حتى كي نطولوا بالك الناس ما بغاش اكزاكتومون هما ماشي طول بزاف انا في الكونسيبت تاعي كنت كاتب على 5 مينوت 5 مينوت يعني با بلوس يكونوا فيهم حتى 5 6 فان في ليبيزود شابه يتمتع لو تيلي سبيكتاتور في 6 فان يضحك مي كي تعطي له 3 فان خلاص ما يشبعهاش لا لا حتى انت تسمحي لي تفضلي صورح انا لا بروميير فوا اللي شفت بي تي تي سيتي سيتي في اراب كاستينغ عيط لي زبير بالحر قال لي روحي تشوفي عندي واحد لا سوربريز ليك من فيديو حليناها بلقينا بي تي تي قال لنا راني فرحان بكم كي راكم في اراب كاستينغ وانا فوالا جزائري ونشجعكم وفوتي فوالا سويلا 11 زبير 9 اي جيتي تري كونتونت باسكو سي لا بروميير فوا وين نشوفو وعجبني كاينه حاجه ثانيه كي قالت هذه النقطه ففي الفيديو درت لهم واحد لا شونسون تاع جيبوها يا الاولاد جيبوها ولا زهر غدو من داك لا فينال تاعهم كانت رايحه غدو من داك كانوا راح يلعبوا كانوا دايرين لا شونسون هذه في لو سبيكتاكل تاعهم وانا غنيتها لهم قبل ما على باليش حتى ولو لي فونتريلوغ اللي قلنا باللي هما قلال في الجزائر فونتريلوغ بالك دوك راك بالك نصيبوا واحد زوج ثلاثه انطوكا بيتيتي هو اللي بلال هو وثاني سكو 3 مينوت عباك علاش الناس يدوموندي بزاف باسكو 3 مينوت عجبتهم عجبتهم اكزاكتلي يطمع اكزاكتلي كل يوم تقول كيفاش يقول سلطاني بالقطره بالقطره فضيحه يوم ثلاثه ثلاثه حتى ولو في القنوات دوك العالميه راهم يقصروا في بيان سور دوك هذيك كل ما يكون حاجه قصيره كل ما تكون مليحه انا بور مو حاجه قصيره تكون كيما نقولوا خفيف ظريف كونسيبت يكون تاع 10 مينوت كاين دي كونسيبت مقبل كنا نقصروا مع مروان كاين دي كونسيبت اللي ما ديباسيش 10 مينوت مي فيهم معمرين داخل يعني تتمتع بار كونتر لو كان تروح تشوف فان سيت كوم اللي بالك كبير وخاسرين عليه الملاير ومن بعد ما تحسش باللي ما والتايمينغ هذا جات من عندك ولا من عندك كيفاش تفهمتوا على ثلاث دقائق
اسكو كي بروبوزي لك خمسه نتا قلت له بزاف ولا يعني على كل حال فيها 3 فان وي 3 فان واحد زوج صغار وواحده وواحده كبيره 3 مينوت سي انورم مليحه الحمد لله تشوفوا لو نومبر دو بون كريتيك سور لي ريزو سوسيو ولا سور لا باج تاع بلال الحمد لله عندنا 90% تاع الناس دواقه اللي تقول لك بارك الله فيك وعندهم الحق لانه هذا الانسان عنده موهبه وحنا كنجمعوا في بانا الجزائريه شو وعرفنا انه بلال وبيتيتي موهبه من بعد نعاودوا نوليو ليك باش نتكلموا على التمثيل وين بيبان زاير اللي راهي تجوز في قناه خاصه اخرى فبلال هو ممثل بلا بيتيتي يقدر يكون معنا بيبيشو ممثل لعب السيد بلا بيتيتي اليوم جيتوني اون فورس بيبيشو مصمم على ديكو في جمع الليمون كيصوروا لنا سيزون 4 شو هي لا سيزون 4 تاع بيبيشو بيبيشو ما جبتيليش زبير بالحروانه توحشتو الزبير او في وارن وجهوا له تحيه زبير بالحر ولا غير يخصني زبير بالحر بلاصتك هي فارغه يا خويا وتزرزيحتها وكنديرها في خاطره على بالك في الاخير ديرها في مكانه واحد يا زوبير يا خويا على قد يا خويا ديديكاس نبيل العسلي باسكو تاعو لصقها لي ما قدرتش نوجه له تحيه نبيل العسلي كذلك نروحوا للركن الاول ديال نسرين مكتوني فقفت نسرين واش فيها القفيفه دونك انا كيما قلت لكم غير غاوليه باسكو جيب لي ربي بيتي لازم يجي صح صح الوقت دونك الموضوع ديالنا اليوم كما قلت لكم هو الباك اللي تي بروغرامي كما على بالكم كامل يوم 3 جوان بصح وزاره التربيه دارت استشاره كبيره ولا استفتاء باش يعطلوا لا دات تاع الباك لو ريزولتا جاب 71.3% دونك شاركوا فيه التلاميذ المدراء المفتشين يعني تو لي انتريسي بار لو باك 71.3% صوتوا لصالح تغيير تاريخ الباكالوريا دونك راح يكون يوم 20 جوان سيتادير الاربعاء الخميس السبت الحد واثنين فو لوغي روماركي يوغا اون كوبور دونك لو فوندردي وهنا السؤال اللي طرحته فريمون على نفسي سي كو اسكو هاد لا كوبور ال فا فير كو لو ريتم بالك راح يتكسر خاطر شفنا باللي في السنوات العديده اللي فاتت ديريهم 3 ايام ولا 4 ايام هذا قدام هذا 4 ولا 5 بلوتو مي كنا نجوزوا الباك دون سول تريت دوكو التلميذ هذاك راح يكون مركز في لي زيبروف دو باك من اول يوم الى اخر يوم هاد المره يوغا اون بوز بالجمعه دونك اسكو مليحه بالك اسكو لا يريحوا بالجمعه دونك يجوزوا الاربعاء الخميس مليحه يروحوا يراجعوا شويه اسكو سيميو انا جو مو دي بالك سيميو راح يقدروا يريحوا ولا بالك انت تكون في الحراره تاع ليكزامان اي بي سا كاس لي راه حافظ هذا ما يضروش الجمعه يريح واللي ما راهوش حافظ يصيبها السباب اللي الجمعه راح تلعب ضده انا حبيت نشوف في هذا كيفاش سميتيها سونداج اكزاكتومون راني حاب نشوف هذا السونداج نتائج منطقه بمنطقه ولا ولايه بولايه حبيت نعرف صحاب الشهر غردايه ورقلاته من راس الجانات واش جاي سونداج ولا واش قالوا باسكو في هذاك الوقت وقتاش لا دات لو 20 جوان هو كان لو 3 جوان لازم لي كونديسيون رانا ندورو في 35 درجه حنا قلنا ان جوستومون بارلون سو بوان حبيت فريمون نلفت انتباهكم لنقطه مهمه سي كو العديد من التلاميذ دوكا راهم يشتكوا ويقول لك حنا اونيتي با داكور باش ندوزو لو 20 جوان parmi eux ma propre sœur donc سقسيتها كيفاش tu n'es pas d'accord d'être les ah انا ما صوتش comment vous pouvez dire vous n'êtes pas d'accord ou huma rahom aslan ma sawtouch yani taklou ala l'okhrin bach ysawtou huma ma sawtouch w ma di yوجهو ربما انتقادات للوزاره صح نسرين حبيت بك نقول لك انه الوزاره ما راهيش تسنى غير في التصويت تاع الوزارة راهي مجدة روحها ودات قرار بالك من قبل التصويت وعلى بالها وناحة توجه التاريخ تاع البكالوريا بالك سي لي برينسيبو انتريسي دونك جيماجين كو سا كونتي بنسبة كبيرة اسكو ديني سا تقول قالت بالك دونك سي 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 توجور دونك اللي ما صوتش بون اللي ما صوتش برميرمون هادي سي اون بروميير من عند وزارة التربية أول مرة دير استفتاء على حاجة ونمري بيان دير استفتاء في حوايج واحد أخرين les contenus تاع تما لي كونتوني تاع المنظومه التربويه في الاصلاحات اللي راهي دير
في حوايج اللي نقول اكثر اهميه سلطاني بالك لا اون سو دي هوزمون كو الوزاره راهي عطلت هذيك لا دات باسكو فوز ايماجيني بيان 45 دوغري يروح يجوز وهو صايم اذا يا ودي انا الديرني تريمس ما شديت زيرو ما راحتش كاع اي با تري بيان نشكرك نسرين ونسرين عينك ايش خلاص عليكم من بعد نسرين وما وجهي كلمه للناس اللي راحين يجوزوا الباك جوستومون بارون سات لقينا بزاف بزاف لي ميساج من الناس اللي راحين يجوزوا الباك يقول لك دعيوا لنا وديروا لنا دي ديديكاس ما نقدروش ندير لكم دي ديديكاس كامل نعطيهم بصح حنا كامل ندعوا لكم وان شاء الله خلي نشوفوا شنو راهو يحتاج تلاميذ ان شاء الله اي با تري بيان حبيت برك الموضوع اليوم كنت حاب نهضر على الحصص الخيريه اللي راهي تندار علاش درت بيديك الخيريه باسكو يظهر لي وما على باليش الا كان نائم يشاطرني في هذا الشيء اللي حب يدير الخير يديره في 12 شهر ما يديروش غير في شهر رمضان باسكو ولات هذه الامور سي غير هو سي ان اكزومبل اي تي اكزومبل بزاف المنتجين ولا باش يكون عندهم افكار وباش يروحوا باسكو هذه المره رمضان الحق سي فريكم رمضان سي المعاونه رمضان سي المحبه ولا نتواصلوا كامل ونتلاقاو كامل وواحد ما لازم يطيح به واحد ما لازم يحس بالنقص هذاك من رمضان من 11 شهر الاخرين كيفاش صفك انا من هذوك الناس اسمح لي اسمح لي مثلا نكمل اسمح لي كي اذن والله غير شاكان بور سوا انت صرات لك في واحد البلاد الا صرات لك في واحد المدينه لا لا ما كاش هذه الى القليل سي جينيال شوف هاي حاجه اكسيبسيونيل كي تلقى مطاعم الرحمه ولا عبد السبيل مي انا جو بار دو برانسيب اللي فير اون بون اكسيون سي بون اون بارلي سي لا توي بصح في اي حاجه استناي يعني باش نواصل باش نواصل كاين بعض كاين بعض البرامج اللي ماشي سون با هاد البرامج ني سون با جوستيفي يعني ما كانش تما درك لو كان نولوا لهاد البرامج تما واحد يروح يطبطب على جارو يقول له يا خواني جبت لك قفه قضيت زياده لازم ندي كاميرا وندي معايا واحد معروف باش يفيلمي وباش نقول بلي هادشي يعني فو با اكزاجيري سكو في السلطاني نعم سي اكسيبسيونيل باسكو كل كامل دشرة ولا كامل بلدية ولا كامل الناس ولا موبيليزاسيون اكسترودينار باش تعاود تطلع من الساس تطلع الدار وتعاود تدخل الفرحة لاخر رمضان باش توكل واحد ولا باش تروح تمد الدم لازم تروح تجيب فنان تجيبو وسمو تو في توت اون برودكسيون تاع 26 مينوت وما على باليش صح رياض نقدروا ناخذوا الجانب الاخر انه لي برودكسيون يكثروا في شهر رمضان منهم الاعمال الخيريه معليش الاعمال الخيريه على تما 11 شهر الاخرين ما نديروش ما نروحش نمد الدم انايا من غير رمضان ما نقولش على جاري بالجمعه ولا نهار واحد اخر من غير رمضان ما نروحش نطلع على طفل صغير من غير العيد صغير العيد كبير ورمضان صديقك السؤال نعرف شي با سي تو داكور او با واش رايك مي ما نستناش حتى رمضان معليش يكونوا هاد لي برودكسيون معليش نعم او كونترير في ايام اخرى ولا شنو ندير لك الخير ولا بالو ما تكون فوق يعني جاوبوا ديجا انت نستنى فيك تجي تعاون في الشانتي داكور نخدم سال دو بان وحدي لحبيبي ديني ديني اللي حاب وحدك كارلور انت نروح معاها لحبيبي شوف انا شاطر راي رياض وزيد عندي ثاني ملاحظه واحده اخرى كاين قنوات الله يبارك عليهم اودينس وين يستناو رمضان باش يديروا انتاج في الخير وكاين ثاني عندهم حصص في العام وين يجيبوا عائله يحكيوا عليها ويخلوها تروح للدار ما كاش سويبي علاه صاحبي وعلاه صاحبي اللي بعثوا لنا يقول لك شوف هذه العائله اللي جات في تلشان 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 اسكو هاد لاشين نا با لي مويان ولا ما عندهاش واحد اللي يقدر يخرج دان له هكذا يقول لك نعم نكمل باش تكون استماريه معليش تا با لي ميم اوبجيكتيف سبونس خو ماشي مشكل الاوبجيكتيف تاعهم سي فيغ لو بوز دورون الموا د رمضان شوفوا انا نديرو في الخير عبايا يعطيك الصحه مروان وعلاه انا كان لحقت واحد نقول لك لحقت واحد لاكسيون شفالها اقسم بالله واحد جماعه يعني ما جبي باسيتي وما تقولش لي ديطاي يقول لك كي تكون زعما تتسربي في شربه حاب نحكمك بتصويره كي تكون تسربي فهمتني يعني سي ان اكزومبل واش حبيت نقول لك Mais c'est des gens qui cherchent le buzz durant le mois sacré. Ils disent qu'on a des émissions de l'Khair Ramadan, mais ils disent qu'on a des émissions de l'Khair Ramadan. Est-ce qu'un jour on s'est posé la question? Est-ce que quand on a un jour, on s'est ولا الى بوزي لا كيسيون لهاد الناس اللي انا نفيلميهم في المطاعم الرحمه ولا هاد الدراري الصغار هاد الدراري الصغار اللي انا نفيلميهم في السبيطارات برات بالكونسير ولا الدراري اللي لقاوهم في الاخر اسكو واحد سقسى واحد فيهم يقول له راح نفيلميك ولا اسكو معليش نجوزك ولا اسكو معليش كذا ولا الاخر اللي قاعد ولا دركا سي
جيب اون بيرسوناليتي جيب واحد معروف بصح نقدر نقول لك نقدر نمد لك الطرف الاخر اللي هو في شهر رمضان العائله تجتمع في البيت نشوفوا اكثر القنوات الخاصه ولا العامه مقارنه بالعام طول العام فيقول لك انايا بالك هذه عبره لانه شهر رمضان وكما يقول لك بالك تمشي بس انا ما عندناش كاين حاجه يا جماعه هو انه كاين دي زاسوسياسيون يديروا الخير على العامه وي كاينين دي زاسوسياسيون لا نهضروا على البرامج اي معليش بروغرام اسوسياسيون ديال الخير ما نقدرش ندير عليها ايميسيون انايا ونبوبلي وندير ايميسيون برودكسيون كوم هنا يعني راهو استغلال اوتر كو يعني واش الهدف ديالو هذاك هو اش الهدف سي نوتر فوكاسيون حنا كقنوات اعلاميه هذا هو السؤال الجوهري والفلسفي والوجودي وما نعرف انا اسك سي نوتر فوكاسيون اسك اون لو دووا دا ميوزيك اظن تانيك بارابور جو بونس البرامج هادو تاع البرامج الخيريه اللي يديروهم سورتو في رمضان سي بارابور اوسي او سبونسور كاين لي سبونسور يحبوا يظهروا غير في شهر رمضان يعني شهر رمضان يكون يعني نسبه المشاهده تكون عاليه باش يستغل الفرصه هذه تفضلي كملي كملي فوالا يستغل الفرصه هذه باش يبين المنتوج تاعو من خلال هذا النوع من البرامج سي لو كود جول كذلك تاع البرامج هادويا اللي واحد يقول لك شري برودوي تاعي كل ما تشري برودوي تاعي 2000 فرانك نمدها للجمعيه على تما حتى لازم نبيع برودوي تاعي حتى لازم ندير شي فردافير باش نمد 2000 فرانك على ما نمدش 2000 فرانك ديريكتومون بلا ما تشري بالسلعه اي ابخي اون فيان دير بلي تل برودوي ولا ويدير في المساعده هذه رانا معاك ان شاء الله رفد قشك رفد دوزه هناك عندك ان بودجي داخلين في دخلوا في لي ديبونس معناتها ما كاش لي زامبو ينقصوهم لي ديبونس روح دير اون بون اكسيون عاون الناس وخلي الاخر حتى نشري على العام يعطيك الصحه حتى نشري 5 لترات زيت باش نحي لي 2000 فرق من 5 لترات زيت اليوم رياض راهو زعفان عندنا كوت كور وعندنا باوية نو ميرسي سويا تو ماتوندو لا بيرش يعطيك الصحه سي سوبر امبورطون سكو تو دي تري بيان رياض نشكروك على تسليطك الضوء على هذا النوع من البرامج فمن ذاك رياض دابا كان يكون فرحان على بعض البرامج ومن ذاك فوالا يجي زعفان كيما نقولوا حنا اللي يحب يدير الخير العام في 12 شهر العام طويل 365 يوم نعم بصح قول لي باللي سويلة معلم كي لعبت في الخاوة ماشي مليح البكية تاعها البكية إذا سويلة معلم حبيت برك نقول للمشاهدين أنه الناس راسلونا باش نجيبوا لهم سويلة معلم ورانا جبنا سهيلة معلم لا ماشي غير الناس انيسه ما حتى مروان من بينا حصه وقتاش جيبوا سهيلة باش يدير معاها سيلفي باش يتصور معاها قدامك باش يدير ترانسفير لايك انستغرام هذا تسمح لي ديزاكتيف كاع واش تهضر وجبيه الو نقول لكم يا جماعه راه مهبلوني جيبوا سهيله ونقولها وانا رانا معاك ولي نعرفك هذا هو اللي نعرفو اذا سهيله هل الخاوه في لابارتي اللي جازت عندها يومين ثلاث ايام اربع ايام كي دخلتي ثلاث ايام حوالي ثلاث ايام ثلاث ايام ست ايام مع الجنان خليها اذا اللقطه اللي دارتها سهيله معلم وخرجتي لهم بحاجه واو قال لك سهيلة معلم دارت لقطة وين دخلت للبيت ولقات باباها توفى حتى في لي كومونتير شفنا انه قال لك عاودتي ذكرتينا لما الاباء تاعنا توفى وعاودتي ذكرتينا في هذيك اللقطة مي لي كونيسور قال لك سهيلة معلم يعني ما بكات بزاف ما بكات قليل يعني قامت بالدور تاعها كوم سو دوا يعني كيما يلزم احكي لنا شحال عاودتي من لقطه باش تجيبي هذيك اللقطه الرائعه سهيله معلم وين بكيتيهم كامل ولهنا شفنا انه الخلاص سهيله معلم راهي من بين الممثلات في الصف الاول في الجزائر دون مجامله شكرا شكرا والله ميرسي بوكو هذا شرف ليا صف الاول سي معلم ميرسي بوكو هاد لا سين ما كانتش سهله ثاني كان بالنسبه ليا عاودتها يعني درت جي تورني ديجا لا سين وعاودتها لانه كان معايا ممثل اخر يعني لا بروميير سيكونس اللي درتها كان معايا ممثل اللي ماشي اللي يلعب معايا سفيان كان سفيان واحد اخر
وتغير الممثل دونك عاودت لا سيكونس غير قولي درتها واحد اوموا 9 فوا وعلاش انتو لانه الممثل الاول ما كانش شويه في المستوى تم تغييره وعاودنا لا سيكونس بالبكا وبليزيموسيون صح سهيلة الناس اون فيت اللي تواصلوا معاك في مواقع التواصل الاجتماعي حكاو معاكم سي كو صح عشتي هذيك لاسين يعني ماشي مع الممثله تاع ماشي مع سهيله معلم وانما كوم سي كيل بارلي ريالمون او بيرسوناج دونك شفناهم انو تاثروا فريمون يعني توا ميم بالك تو لا فيكو افيك بوكو دو بروفوندور اللي خلات الجمهور يتقاس بصفه خاصه اكزاكتومون لانه انا دخلت ديجا بهذيك الفكره تاع لو كان لانه افقدت امي الله يرحمها ويوسع عليها لو كان نزيد نفقد ابي يعني سا سرا بو ما بوتيتغ جو ديغي با لا فان كيما يقولك لا فان دو موند بصح بو ما سا سرا اون كاتاستروف الوغ دخلت بهذيك الفكره عشت الدور الذاكره الانفعاليه ساعدتني بزاف وخدمته ب يعني يقول لك من قلبي ولي تكنيسيان ثاني كبكا واللي كان قدامي يعني سهيلة دخلتي الدراما من الباب العالي يعني بدون مجامله الله يحفظك دخلتي الدراما في الجزائر من الباب العالي وتسمى 10 وقبطان في الماء بس اسمح لي هذه الدريه دوك نعطيك كلمه جو بونس كو دخلت دراما افون سو بروجي ديالك وي بيان سور عندك دي برودوي لا في دراما وي وي بصح الدور كان مختلف هذا دور مركب بلو بروفون اكزاكتو وحتى سهيله معروفه في التلفزيون انها من الجانب الفكاهي اكثر من الدراما في هذا المسلسل دوك نعطيك الكلمه رياض في هذا المسلسل دخلتي يعني التلفزيون يعني الدراما عبر التلفزيون في شهر الفضيل بدور صابرينا اللي في البدايه البيرسوناج كانوا الناس يتسائلوا واش راهي دير عند لي مصطفاوي واش راهي مخبيه سر وشنو هو بصح كي لعبتي لهم اللقطه تاع لما فقدتي الاب ديالك سهيله يعني لي كومونتير كامل راحوا من الجانب الايجابي قريب هي وجليله صراحه واش راكم تسمحي لي قالت واحد العفسه تري امبورطونت لانه جليل كيلعب لعب اون فاس على عبد القادر الجري وعبد القادر جي اباك سي تري امبورطون كوميديا هاي لا بروف كي لعبت مع الاولاني قال لك ما مدلاش اللعب صلا با ماتش لا ريبليك معناتها حتى لا فوالا معناتها عبد القادر جو بونس كو جليل جاتو بلو سهله على بانسيغ خاطر عبد القادر كاباب يدير لك ايموسيون وحدك ما تبكي سي محمد والعلم لله على كل حال شوفي سهيله بالك روح رياض حبيت نرجع برك على نقطه هذه ماشي مجامله من الحقيقه يعني بالنسبه لسهيله نشوفوا العمل ديالها اليوم كيفاش راهو انا واحد من بين الناس اللي كي كانت توجد كنت نقول الفاس فاتيغي كانت رايحه تاعيا علاش اختار الاوضاع اللي كانت هي مثلت فيها ووجدت فيها هذا العمل كانت بين دو برودكسيون يعني كانت صباح الخوال العشيه طياره تروح تورني مع جعفر قاسم إليوبوليس تعاود تولي غدوم داك طياره عاود بلاطو يا مومون دوني جو سيدي الفا فاتيغي رايحه تاعيا اي سا فايت كومبليكي من بعد كي تشوف العمل اللي بهذا لاشارج وتشوف النتيجه كيما هذه يعني اون بو الي ميرفيوز ميم لي زاكتور هوليووديان قليل تلقاهم يخدموا لك ان او دو فيلم اون ميم طون لا دو بروجي نو مي لا تيكسون اسمع مي باسكو علاه نعرفوا البيرسوناج شوف البيرسوناج اللي يتلعبوا في اليوبوليس وشوف البيرسوناج اللي يتلعبوا في الخاوة اي لي دو سو شيفوجي في التورناج يعني باش تخرج من بيرسوناج وتخرج بيرسوناج واحد اخر يا ان ترافاي انورم سو لا بيرسون نعم عندك تدخل وكان دارتو دون مانيير اكستراوردينير اي جو تير شابو ميرسي بوكو نعم ماهيش مجاملة encore une fois c'est une fierté au fait d'avoir un programme qui متاع سهيلة qui متاع بيتيتي sur une chaîne qui متاع الجزائرية et c'est pour ça qu'on est qui متاعنا نعم الجزائرية شو زيدنا تاع زيدنا un autre programme qui متاع الجزائرية شو qui متاع الخاوة qui متاع بيتيتي qui متاع اليد في اليد sur une chaîne qui متاع الجزائرية 1 الحمد لله c'est pour ça que الجزائرية 1 est numéro 1 وان شاء الله نبقاو ديما وان في قلوب الجزائريين يعرف يعرف جد نعيم بصح جو بونس كو السكري كاع كيتكسل كنت فين نهضروا كيما قالك انت انت ما تكسلش مروه انسة كامل لو كان برك سهيله تحكي لنا جوستومون بوغ غوفنيغ سور لا كيسيون تاع رياض كيفاش درتي باش دخلتي في هاد لي دو رول في نفس الوقت يعني والله تي با ان بو بلو جو ن سوري تو دير باسكو تحب خدمتها ولا تتقن الخدمه تاعها اكزاكتومون كي نحب ان بيرسوناج نخدمه من قلبي لازم بالنسبه ليا تاع كان تحدي ان ديفي لانه كان عندنا شويه مشاكل في السيناريو تغير السيناريو في اخر لحظه
و سيتي با ايفيدون بصح كنا يعني فريق واحد تحدينا الصعوبات هادو و فوالا كانت عندنا كانت عندنا الموتيفاسيون في لي دو برودكسيون كنت نخدم منا ومنا و فوالا جو ميرسي توت ليكيب تري بيان لي فازي فازي تعرف حتى مروان كيما يدير هكذا تنفس عرف بلي داخل وكيف يدير ماشي حافظ التكست ماشي حافظ التكست انت دوك بدات بك حقا لا لا ندخل ثاني ثاني حبيت نعرف ثاني لا ريسبونسابيلتي باسكو لازم تعرفي بلي كان كاين نجاح تاع الخوه ها لو فات كو يدخل وجه جديد عباك بلي كانوا كابابل الناس يعني ما يتقبلوكش ولا اكسب اسكو حسيتي بهذاك الريسك ولا لا لا خاطر كي داخله وجه جديد سهيله معلم والفوا في 10 ولا 10 ولا في بيبيش وبيبيجا داخله معاهم في الخوه كيما كابابل اكسبتيوك سهيله لا 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 ما كانش كان ما عنديش قاعد شعور تقدر عليه لانه فوالا ديجا ما نقول لك ما جي با رومبلاسي ان بيرسوناج اللي كان شخصيه عشان كشاش مع الاول اللي كانت اكزيستي خد بالك هي حاجه j'ai pas remplacé un personnage peut-être lequel j'ai remplacé un personnage بالك يقول لك نو وهادي مي دخلت بشخصيه جديده و سي vrai كان صدر ان autre registre كامل اللي هو دراما حبيت بون الناس كانوا يقولوا كي داو يديروا لا برومو تاع الخوه قاعد يقولوا بلي سهيله حنا ولفناها في الكوميديا ما على باليش حتى تبدلنا في الدراما كاين اللي يقول لك وي كاين اللي يقول لك تقدر كاين اللي يقول لك ما تقدرش برهنتي سهيله اليوم حسب الافضاء اللي عندك طبعا الحمد لله الحمد لله حتى ولو ديتي ان بري في لي جوغ دافون بفرنسا في الدراما هذا تن دراما فالناس بالك ما يعرفوش هذا الشيء ديت على الفيلم تلك الايام ديت عليه احسن جائزه احسن ممثله كان درامي يعني كان في سنة البرسوناج en 2013 سهيلة من بعد نعود نولي لك باش تقول لي سهيلة معلم وين تكون أكثر ارتياحا عرفتها عرفتها هذا السؤال فكاهة ولا في الدراما إذا من بعد نعود نولي لك سهيلة عبد الرزاق واش نروح نسمعوا الآن والله باش نضيف كلمة على سهيلة أكيد أكيد سهيلة قاعد الناس ما يختلفش عليها اثنين على سهيلة وعلى الفنان اون جينيرال باسكو الفنان كي بوزيتي لا كيسيون وين تلقاي روحك في الدراما ولا في كوميديا يعني تما في الكوميك وكذايا مي الفنان كي يكون عنده الطاقات تاعو ويكون عنده لو طالون نيمبورت كان سيناريو يقراه ويحس به يقدمه ويوصله للجمهور كالمغني انا بعد الكلمات اللي طرحوهم عليا باش نغنيهم كيما نحش بهم ما نغنيهمش بصح ولا حسيت بهم نغنيهم خلاص هاو لخص كلش عبد الرزاق هذه هي دونك يعني سي با ايتونو كيما كنت تقولهم قبيله بكاتنا مي هي لو كان ما حستش بهذاك السيناريو ما تلحقلكش ليك ولا للبيبليك باش تبكيهم سي امبوسيبل صح دونك حسيت بالسيناريو وهم الفنانين قاعدكم يعني نفس الطاقه الايجابيه اللي تخليكم توصلوا الشعور لكم تحسوا به للجمهور باسكو لا كنتي بلا شعور فنان بلا شعور ماهوش فنان هذا هو الشيء اللي يخلي يعني اللي يميز الفنان هو الاحساس هو الاحساس تاعو اذا عبد الرزاق تفضل سيغ سان باش نسمعوا لو تيتر الثاني جمار الحب شعلة بالذهب صميم مجدي ما بيها تحويل رياح التيان شعلة ما تطفيها بحور ومدار طيلة تركتني بالهيبة حقها سيفاهي عاد مصبر جسمي صار نحيل روحي من الفراق داهلة وداتيك الخيال ولا تنحيلة سأل الطبيب هل الغرام هاش يصبر قلبي وما يداوي جسمي العليل من هاد المحنة الهايلة شاف الحالي وشارب الفات جليلة عيب عليك انتي منيا صرورة في غاية السوء وانا في تهويل رياح التيان شعلة ما تكفيها بحور ومدار طيلة
اسال الطبيب هل الغرام اش صبر قلبي وما يداوي تسمي العليل من هاد المحنه الهايله شاف الحالي وشارب بالفات جميله خلي عمدالك يا عشيق اشرب كيساني بها وصار كل ليل اقطع بالشفه معسله استنشق من خدود الورود حفيله عيب عليك انتي مانيه صروره في غايه السهو انا في تهويل خليتي داتي مهوله من ضاقي عافيه الصوره الجميله اشرب كيسان البها وسهر كل الليل اقطع بالشفه المعسله استنشق من خدود الورود حفيله استعبر في مجرى رقيص معروف وفاضل منو هاشمي العقيل عمرو كاس الحب محله ما يوجد فيه غير العشق القليله هل الليلالي للليلالي راسي ما جاز عندي كوبات راسي جزعني كوباقي والله ما ندم والله ما ندم ولا أمرت القلب وليلى ولا أمرت القلب وليلى والله ما ندم والله ما ندم دابا هاي فرج ربي وليلى جربي وليلى الليلالي الليلالي أراسي ما جزعني كوباقي أراسي ما جزعني كوباقي آه 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 يا الوزنية وليدي لا جيت نسقسي تحت في معنيك وليدي لا وانا شلا لا غبيك بيا سيدي محمد مول الطاقية كان عينك فيها شوف ماليا طالع الجبال ناكس بردينا مروها مروان اه اه الوزنية وليدي لا اه وعلاش علاش كل شي مكتوب ها وعلاش علاش كل شي مكتوب من مولا خلاص ها وعلاش لالا عليك بيا سيدي محمد مولا الباقية من عينك فيها شوف ماليا طالع الجبال من المالي واش تيقولوا فينا من المالي واش تيقولوا فينا من المالي صلوا على نبينا صلوا على نبينا الله يا الله هم الملي وعشق البنات يهبل هم الملي وعشق البنات يهبل وخبب خفت الهوى يديني وخبب خفت الهوى يديني عشق البنات يهبل وخاب بخفت الهوى يديني هيا بابا يا العالي ونار عني 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 Hello.
قلني شكون قال بلي شكون قال بلي ما لازمش نحافظوا على التراث تاعنا اللي هو الشعبي وشكون قال بلي الشعبي ما يرقصش كاين هذيك الاستخبار تاع لولو صفار اسمع لازم يفهموا مشاهدين بلي نصايفين على بالك نقول له دي فوا اعطيني شويه من الانرجي تاع شفتي الطاقه عنده بزياده الحمد لله كي تشوفي الطاقه تاع سلطاني تحمدي ربي عبد الرزاق الان سمعنا شعبي وكيفاش ربما يتقبل عبد الرزاق ولا حتى اللي يغنوا كامل الشعبي من عندك 30 سنه كارير الله يبارك فلا نوفيل سان دوكا رياض يرحم بابك ما تتدخلش ما قلت والو انا قلت ربي يحفظك لا لا استنى استنى رياض كي يسمع كلمه نوفيل سان يسكت لا لا ماشي ما تقوليها بعد ما راحش نهضر كاع مي على فا نعطيكم التبرير ديالي وكنت قلت للسلطاني علاش لا رياكسيون هذا باسكو سي دوماج كانه هو الله يبارك فينا 30 سنه ونظن ويظهر لي بلي عمل ولا كومبوزي وكتب كيجي الحصه يمتعنا باغاني تاع الناس واحد اخرين راه يقدر يسمعنا واش خدم هو هذا كان سيتي سا ما غير حبيت انا سؤال رياض الا تشاطرني رياض انه قلنا بلي التراث تاعنا لازم نحافظوا عليه والناس كيما عبد الرزاق اللي عنده 30 سنه الله يبارك صوت وحضور كيفاش راهو يتقبل لا نوفيل سان اللي بالات دخلوها جديده يعاودوا الشعبي بصح الوغ فاسون شفنا القناوه اللي يغنيو ياخذوا بعض فوالا قصيد من الشعبي وعاودوها وبالك شباب يتقبلوها اكثر من القصايد كلاسيك تاع الشعبي طب ما قلتيش الكلمه اللي تحبيها ريفيزيتي قوليها قوليها انا عارفك شعبي ريفيزيتي كيفاش يتقبلها واحد كيما عبد الرزاق قنيف اللي عنده باع من الشعبي هو يدير شعبي ما شوفي على كل حال انا جو سوي با كونتر ما راكش ضد مانيش ضد يعني كي الاغنيه الشعبيه تدخل فيها الات عصريه هذه من المحال هما الات على كل حال ميم كي تسمعي الشعبي بلا فاسون تاع باغ اكزومبل في القناوي ولا يعاونوا اغاني شعبيه في القناوي ولا في مودرن هكذاك ولا كيما سمعنا الشاب خالد عاود الحمام اللي والفتو مشى عليها ولا يا رايح وين مسافر لحقت العالم يا الله يبارك هكذا دونك نو جو سوي با كونتر او كونترير او كونترير باسكو الحاجة اللي يديروها في الشعبي سي ان بلوس للشعبي. مي كاينة حاجة جو بونس سي ان بلوس اسمح لي جو بونس كو انت راك كونتر كاين الناس دوك بالك يديروا دي كيما قالت لك الشعبي ريفيزيتي على فاسون مي بلا ما توشي يعني الكلمات ولا لا لا ما توشيوش الكلمات باسكو كاين الناس راه ديكوبلي برك تخلطوا بحاجة تاع دوكا بون جو بونس كو انت راك ما راكش كونتر هادشي حبيت نقول لك لا 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 شوف حنا باش فوا توشي ليدونتيتي باش الامر راح يبدل من طبيعه الشعب لا لا الكلمات حنا 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 كيما يقول لك رانا ضد كي تبدل الكلمات ولا تخلي الكلمات هما هما وانما تغنيها الاغنيه الشعبيه تغنيها كيما تحب انت لا ميلودي لا ميلودي كيما تحب انت ولا الالات العصريه كيما تحب انت وانا واحد من هاد الناس هذوما اللي راني في الميدان نغني بالالات العصريه الشعبي وغنيت بالالات العصريه وجو سوي با كونتر او كونترير هذا فن هذا فن والانسان يكون متفتح لهذا الفن باسكو ما كاش حدود باسكو كي تسمع الاغنيه الشعبيه ما ملي غنيتها الاغنيه الشعبيه تتزامن مع الوقت اللي رانا فيه لا الوقت اللي رانا فيه ندخلوا بعض الالات بعض الالات مي بصح كي تسمعي اغنيه شعبيه افيك لا تيارس اي لا كانت وتسمعيها يعني مرفها بزاف في الموسيقى التوزيع الموسيقي ماشي ماشي كيما نخدموها مونوتون هكذا كي تسمعيها افيك توزيع موسيقي يبان لا شونسون هذيك تتبدل لك كاع وتولي حلوه مام للجمهور ومام لا نوفيل جينيراسيون تحبها وكذا الحاج محمد العنق الله يرحمه الله يرحمه سي لوي كي نقولوا في لي طون مودرن هذوما ريفولوسيوني لو شعبي ودخل دي انسترومون وكاين ناس اللي ما قبلوهش هذاك الوقت شويه لكن من بعد تقبلوه لانه الحاجه بصح انا نروح لك بعيد خويا محمد باسكو كي نقولوا العنق الله يرحمه الله يرحمه نعم جا محبوباتي اللي خدم مع الشياخ تاع الشعبي يعني عرسات الله يرحمه ولو كان اليوم عندنا ام محبوباتي ولا دو محبوباتي لو كان ما كانش هذا الفقر هذا رياض اللي اسك سمعتوا انتم اغنيه شعبيه طقطوقه لا شونسونات بلا كلارينات اما قليله سمعت لا لا كاين كاين اللي كان محبوباتي هو يخدمها
وخدمها مع الحاج الهاشمي الله يرحمه، وخدمها مع بوجمعة ومع وخدمها بلا كلارينات، وخدم بلا كونترباس، وخدم بآلات عصرية وبداية، وتقبلوها الناس تحت ذاك الوقت، الشبيبة تحت ذاك الوقت كان يدير دي بتيت شانسونات وكانت ناجحة، وبيهم الشيخ هادو بيهم اللي شاعوا اسم وشاعوا. نعم نعم بزاف لهنا برهن رياض انه ما راهوش ضد لا نوفيل سان، ولكن يشجع بكل الطرق المحافظة على الشعبي بلا نوفيل سان ولا بالشيوخ القدم. بلال نتكلموا الان باختصار على شيش ما تبدرش، كيفاش جات الفكرة وعلاش احنا كنا قلنا انه في شهر رمضان يكثر التبدير، فدرتوا اون كابسول شيش ما تبدرش. شيش ما شيش هذا رمضان ما نرميش، يعني احنا بازينا بزاف على رمضان، هي نورمالمون ما نبدلوش في كاع العام ماشي غير في رمضان، مي مالوريزمون احنا عندنا واحد الطبيعه في رمضان يكثر التبدير في كلش ماشي غير في الخبز. علاش راك تشوف في ناعم سلطاني كي تهضر بصح؟ واخا تولي قالو نو شي حافظ بها راك تشوف البروجيكتور ديالك. نو جوستمون باسكو حنا هاد الكونسيبت هذا الكونسيبت ديالو. على بالي نشوف اسكو الروغار تاع نعيم سلطاني تجاه بلالي. لا راه حافظ في البنك صافو مليح صافو. لا انا تقول عنده واحد الموهبه يعرف يهضر على شنو يدير لي يدير لي هكا سي عنده زوج لي فوا في الكورتير. بلال بلال عم يتحامو غير روح جيب بيتيتي. علاش دوك انا راني خايف عليهم دوك باسكو كيجي والله العام يتحاماو داك الشيء راهو قدامك سلطاني راهو ملهي وانسه زادك غير روح شوفو هو يسلكك شويه دونك نجيبو نحكو برك على شيش ما نرميش. هاد المبادره هادي مبادره كيما نقولوا خيريه، حمله ذات منفعه عامه اللي نذكروا الناس باش ما يرميوش الخبز ولا حاجه واحده اخرى ثانيه في رمضان. احنا ما راناش كيما نقولوا نوريو لهم واش يديروا، سي جوست حنا رانا نذكروا فيهم، وانما الذكرى تنفع المؤمنين حتى يكون اعلام هادف ونمروا بعض الرسائل ونوعيوا الناس. يا انيسا سي سا فو ديرونج با بيان سور ميم لو بوبليك يشوفها لو كان نديروا لنا الصون تاع هاد راهم في لا ريجي راهم بالعقل بالعقل ودك يقولوا لنا راهي واجده لا فيديو ونروحوا راهي جاهزه مخرج اون اتوندون. نعيم وبلال اليوم لو طون دي ديسكور هادو كلون اسمها بسلامه تربح خلاص. اليوم سي لي بتيت فراز سي لي هاشتاغ هادوك ويلا وسرح ولا ولا سبيسيال لي فاصون دو فير باسي ان ميساج ولا تشفاو مثلا هاشتاغ هذاك انا ما نسيتش مازال ماركي في راسي البرومي نوفمبر دونك شيش ما ترميش سي راح تبقى. قلنا فقط المخرج هل لا فيديو راهي واجده نشرب حاجه نعيم ولا اذا نروح نشوفوا ربما هاد لا فيديو ومن بعد نعلقوا عليها. يلا يا خويا سقسيك وشنو راك صاين؟ بيان سير راني صاين. ورتو لسانك لك شي يخرج لسانو كي الكبش ليك 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 بركه ما تجيح وقات لك رمضان على ذلك درتيك حاله لعبك شاني متشاهي وشك متشاهي راني متشاهي الخبز. انا نحب كي ندخل للدار نلقى الطابله معمره بيان كارني غير بالخبز حلو انتو واحد ال 25 خبزه على الخسارة هادي عليه يا ردي عليه. آه يا ردي يا عليه الخسارة هادي عليه عليه. خلاص بيتيتي أو هي عندها دا شحال تاكلو؟ آه ناكلو واحد كي نكترو كاع حنا الدار كاع ناكلو واحد زوج خبزات. والآخرين أش ديرو ديهم؟ الآخرين نديرهم في الساشي ون شغل هاكا ياطر نخرجوهم هاكا لبرا و ياطر قلت لك ياطر نرموهم فوالا فوالا يرني 25 خزازة زدل هاكو تسنعو كاين ناس نلقاتهاش وهو يرني 25 خزازة زدل. واش عندك شي راسك طير حد هذاك ها بون تي سي كاين 100 مليون دي داكيت دون ا توديل تون دون غانا دون نيسي تاتوسيد لا وي يهضر فرونسي على خصنا كنا علاش نقصر. اللهم اني صايم اللهم اني صايم. إذن درتوها بطريقه خفيفه وامام طون هادفه. كاين حاجه ثانيه لو ميساج هذا يجوز يعني لي زونفون و لي زادولت ثاني يعني لونفون يسمعوا يشوفوا اون ماريونا تهضر هكذا انسان يهضر فوالا تجبدهم دونك يتعلموا من صغرهم ويشدوا هذوك الكلمات اللي يشدوهم في خير من اللي بالك نقولها وحدي. انا نقول لهم شيش ما ترميش هذا رمضان من هذا ماشي كيما نكون افيك
avec un personnage اللي يحبوه بزاف لي زونفون دونك حنا لهذا اسمح لي بلال ماشي غير الاطفال اللي يحبوه من حنا نحبوه راه جبنا بيتيتي عيط يا حبايبي بيتيتي مالها عيط بيتيتي ما قدرناش بلا بيه هيدا باش كيجي يجيكم يا جماعه كوم راه ديال شغل سي نعيم كي راه جاي باش نعاود نولي برك الفكره تاع شيش ما نرميش الخبز هذا العام ولا هذا رمضان ما نرميش لو ميساج اي كلير لو ميساج بطريقه هزليه وبطريقه سيريوز اوسي تما جويندغ لي دو لي دو فيرسيون و اون لا بوستي سور فيسبوك اون ا روسو ا بوبري واحد 4 مليون دو فيو فهذا في رمضان و سورتو سورتو الناس تكتب شيش شيش رمضان ما نرميش ويبعثونا لي فوتو تاعهم معناتها يافي توت وهذه كانت الفكره تاعك في البدايه ومن بعد يعني جملتها مع الو بيتشيتشي لانه عنده موهبه شبونت الله يبارك وش بونس كو 4 مليون دو فيو تسمى سي اون ريوسيت تسمى غير قول هذا الهاشتاغ نجح الحمد لله يا خويا صافي بليزير هاي جيب لنا بيتشيتشي يا شيخ بيتشيتشي ما على باليش كاع وين راه ان شاء الله برك يكون اون فورم بيتشيتشي نوضو من الفراش بالك ما سخرش لا كان راقد الزوال لا لا كان يتسحر كان يتسحر هادي روطري تشوف بيتشيتشي كيما لازم استقبلوه كيما مولف استقبلوه كان لازم نعاودو الجمهور يستقبلوه بيتشيتشي بصح حدوني يا نوتو عليا قلت لك نو ما دخلتيش بيتشيتشي باسكو كي يحبوك انت سي صافي دير يحبوني انا انا كاش انا هادي ولا لا نقراش عليها هادي شريكي بيتشيتشي ديجا اش غنديرو هنا كاين البيبليك او يستنى فيك حاجه الاولى كاين دي زافيتي تاعنا اللي تحبهم بزاف شكون كاين مروان قروابي ايه زيد كنت ثاني مروان انا جاي دقيقه شريكي نتقلقش زيد كنت ثاني كاين ثاني سهيله معلم قول والله والله عمري هنا جيت دقيقه قصرني عكس سكوت زيد كنت ثاني وكاين ثاني نعيم سلطاني شتيتو هنا نعيم سلطاني يا صاحبي توجر دخل روحو انا نروح شريكي علاه نروح انا يا نعيم يا داردي ونروح نلقاك بيتشيتشي اليوم عندك زوج بيتشيتشي عندك نسيتك توحشتك بيتشيتشي حلت انا حلت بيتشيتشي اليوم عندك زوج سلطان رياض رياض 15 تربيت السلام عليكم صباح حلت قلت لك ما حلتش علاش هكذا قرا ندوز كام هاي راه الله سولو شريك فاطر بيتي سكيتس لا لا تيك تيك ما تخشش تنين تخرج ديك خلاص بيتيتشي وي انيسا بيتيتشي قول لي شريت حوايج العيد لولادك وي شريت لهم كي تعرف الدراري هدلوا بس قلت لي ماشي مزوج قلت لها انا شي توت ما قلتلهاش انا قلت لي اني خطب ما قلتلهاش بون سي لوكازيون باش يقول لهم باللي خطب راه خاطب دي تيتشا سنها دي تيتشا دي تيتشا تمشي قلت لي نورمال ماشي لازم نهضروا اسمها هنايا في بلاطو قدام بيبليك اسم مرتك والحرمه قديم انت يا شريك على دالك شنو دير غير قديم شريك هذا كيلو مروه على كيلو الله غالي معاه اليوم دار الجن شاري ناطير الحاشا الله يبارك كيلو سهيله توحشتك سهيله اش راكي اسمع بيتي جات بات في الخوا جباتك في الخوا اي حقا لعبت في الخوا نسيت الخوي اللي كانت تبكي هي اللي كانت تبكي راتيني على دير كون كون سيتي سنين وليداتك نسا نقول لك حاجه دوك نعيط لجازيا الو جازيا شكون جازيا تاع الخاو وين ديال لك واحد الحاجه سهيله سهيله هاي تخدم عندك تاعي عاد دير لك ديكا والله هكذا تحرقني هاي صح انا تصريني صح هاي صح دي شحال تهضر بنتي شي ساعه طولت علينا باش تعاود تولي الجزائريه شو علاه؟ جست انا باش توحشوني نجيبو كل يوم توحشو تاع بعدا نشوف معايا يا كلاب مثلي بيتيتي بيتيتي اليوم ما عجبتنيش ما هضرتش مع محمد سلطاني عندهم زوج سلطاني كاينة صباح مع رمضان راك لاباس عيط عيط معايا بيتيتي
بصح ما قلت سلطاني كي شكون انتيا اسمع بصح قالوا لنا ماراكش تصوم يا اخو كاينه منها انا نصوم ها سين ها خرج لسانك عندي كنت نخمط لساني انا يا اخو بصح خرجت لسانك ما انا نوريك هضرك خلاص يا خليني بيتيتي واش تشوف في رمضان قاتلي واش تشوف في رمضان في التلفزيون واش تشوف واش تشوف سوينا انا واش تشوفي هاي رياض حارفيها جوستومون بصح لا لا وقيلا كيش طاح رياض على قشيه بيتي تي فاق سنسكتي فيك علاش راك تشوف فيها هكا ولي دستريكو تاع دراغون دور اه ولي دستريكو دراغون بوز هذا هاك دير شريك على خلاص بيتي تي عباك بلي هذا صاحبي تهضر هكا واش بيك هذا كديرو جاي حشم خلاص ها كي ضحكيتي يا الوسطاشا كاين واحد هنا نسيتو بيتيتي شيخنا صفا شيخ لاباس لاباس بيتيتي يعرف يغني الشيخ يعرف يعرف غني عجبني عجبني هكذا غني له شويه بيتيتي وري له بلي انت تعرف تغني قال لي قال لك غني له شنو غني له انا؟ غني انا عندي لك سلطاني ها يا روح انا نغني وتشطح هادي هي الهضره ايه هادي هي اعطينا حاجه بيتيتي خلاص دوك لازم تغني خاص تكون دور منا خاص اكون لح شراكي الحاجة اسمع ما تخرجش في الحاجة وغال نهار رمضان بيتيتي او غال نهار رمضان الحاجة ما تخرجش فيها من يقدر شي صون ياكل نزل كي صغيره الحاجه كوني بيتيتي شنو عمري غير خير راني هنا حنا بيتيتي ما عيطين على بالك بلي انت شباب بزاف حي عليا نقديش نقديش مينا صوتت لي صوتت لي مينا قاعدين تشري سنان حنا تاشا صوتت حنا كنا تشاكا انا حطها كيف هذا شريتها ليا مروان واش خو اكتواس لا غير مسخ الله يبارك انا عجبني تاني تاني حلي لا لا بيتيتي خلاص سي بون سي بون لا غير صح خلاص انا هضرت سمحيني يا مريض انا نزيد نعاود ها يا قولي كافسه مش فاهم شنو في الوقت هذا كاش قال لي اش قال لك قال لي اني حرض نروح للتواليت ثاني السر اللي ما قال لك شاكا سي ولا قال لي هكا جات وكاكا سي قلت لكم بلي ما نجيبوش باسكو على بالي بلي مازالو صغير مازالو صغير نورمال نسحفو حنا ما بيتي مازال صغير بيتي لا حاجه حاجه لا يقصر لا يقصر حاجه ولي لا بيتي انتي ونعايا لا لا بيبي شو مديتها لك واش نزيد لك خلاص بيتي تي ما بغي راك قبيح معانا بصح نحبوك نموتو عليك بصح سوي لا خير سهالك هذه هي مشاكل يا بيتيتي حكينا على التراش تاع حكينا على التراش تاع لي كابسول تاع رمضان الو بيتيتي الو بيتيتي تسنى لي عنده طرد لاني عيط ليا ما انت يا سويلك شنو خصك ولا هنا على بالي حسيت كاع شتي حقرو كل عيطيني اه لازم انا نولي كينغ كونغ على جالك يا الحين بيتيتي هذه حكايتها كيفاش راك حقرا ما درتش مع ما شتها شكون هذه؟ هذه اللي حكيت هذه صغيره هذه صغيره نهضر معاها مازال زاد تزوج هذه مازال صغيره تزوج ثاني مازال تزوج ديال انت علاش تهضر معايا ديجا شكون انت؟ انا انت شكون؟ خلاطه السيده اكثر حاجه تضحك 100 ساعه يا راس الدندو يلا خلاص سيب والله كنت نزعف عليك انا صح ما قصرش ديك ما توسوس نوال وشريكني عصايي توسوس والله غير نتغصاي عصايي زعف بوسو واحده بيتيتي بوسو واحده هذه ماشي بوسه بيتيتي شوف لا بريميير لا ديرني راه سينو نعاود نرجعك لا فاليز ونكمل وحدي نقدر يا اخي ديزوري ناسيون والله نزيد نعاود خلاص خلاص بوسو بوسو هلا هلا بوسو بالي واحده سياسيه بوسه سياسيه إذا
نعاود نوليو لسهيلة معلم. سهيلة يحب تكملها مع بيتيتي والله ما لاباله كاع. راني نتلاقاو سهيلة عندك ماشي دقه دقه انا خداني ومن اختيني دوشتيك انت نعيط لك خلاص خلاص اصلا صح غير اصغر من هذاك اللي يلعب معاها ما عنديش عليا هضره هذا انا ولا عبد الله هذاك اللي يلعب معاها صح هذاك اللي يلعب معاها في المسلسل تغير منه قالوا لي تموت قلت لهم تري قلت له نو ما حكيتلوش انا كيفاش على دارو انا على بالي انا الله يا بيتيتي بيتيتي قول لي انت بيتيتي قول لي انت شباب ولا مروان ما حصرهاش جد الجديحة أنا نسرع أنا مرجل سمعك بسبح وأنا خايف منك ما خاص تشريكي الله يحفظك الله يحفظك صار عليك إذا سوينا معلم الآن لما درتي خلاص راكي بينتي أنك ممثلة في الفكاهة والدراما وشنو هو الدور اللي راهي تحلم به الآن سهيلة معلم الدور اللي راني نحلم به هيا هيا تحلم تلعب معايا كاين هذاك السين تاع كين كونغ وديك المرا فوالا نلعب مع بيتيتي انا مبرمجه صح بيتيتي بيتيتي واش تلعب معك سهيلة لا بيلي لا بيت الجميله والوحش لا 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 ماشي وحش إلي ترو مينيون لا بيلي لا بيت بيتيتي ما عندك بيتيتي توي ترو مينيون سهيلة عجبها صح عجبني ياه تتصارك شو؟ واش القانون ده اللي حرصوا ديا؟ ما علاش انا ناقري وحش نيصح لي الزون نيصح لي الزون نيصح صار عليك اذا سهيلة وشنو هو الدور اللي الان راهي تفكر فيه سهيلة ولا مازال ما طولهاش الدور اللي تحلم به بالك؟ جو سويت اتمنى لو كان يعني يعرضوا لي دور تاع شخصيه تاريخيه ولا شخصيه كما حنا نقولوا مجاهده ولا شهيده اللي وي فوالا جيمري بيان باسكو واش من بروجي كاش بروجي اللي راكي فيه ولا راهم يهضروا عليك تكوني فيه تاع بيرسوناج ما كاش يعني راهي تحلم تاريخ ولا شخصيه تاريخيه شخصيه تاريخيه ولا يعني يكون معليش تكون ان فيكسيون ولكن تكون شخصيه يعني اللي واش كاين بل هيك بيضحكوا مع بيتيتي انت حليتي له تصاره ما تدوريش عندي او مع صاحبو رياضة مع صاحبو رياضة فكرني فقال مازال يغزل فيها يغزل شبيك تشوف فيها شبيك تشوف فيها عبد الغني ده شبيك تشوف فيها دارو دارو قديم انت شريك اوفيسيال قديم حد يزيد عليها هاي سيدي لا تفهمنا باللي بيتيتي بيتيتي فهمنا بلي عندك مشكل مع الرياضه بركان خلينا نسمعوا سهيلة شوفوا محمد سلطاني ما عمش ريسكي والله غير صح ساكت ومخفي ما عمش ريسكي قولوا نخلعوا بيتيتي انا كي تقعد عاقل نوري عاقل انت حبيبي خو غيري عاقل خلاص خلاص اذا شخصيه تاريخيه ربما السؤال يجي بعد هذا شكون هو المخرج اللي تحب سهيلة معلم يعني هذاك المخرج اللي يجبد منها الجانب الايجابي ويخرج منها الطاقه اللي راهي بداخل سهيلة معلم شكون هو بكل صراحه بكل صراحه يعني انا متعوده نخدم مع المخرج جعفر قاسم اللي اول فوالا من اول دوري في الشاشه فوالا عطاك الفرصه عطاني هو عطاني الفرصه هو اللي اكتشف الموهبه تاعي كاين نوسي المخرج يحيى مزاحم اللي نحييه ثاني فوالا وفوالا سينو لي زوتر رياليزاتور نخدم معاهم يعني اول مره مثلا مديح بالعيد كانت ليا فرصه باش خدمت معاه عجبني العمل معاه بزاف وفوالا سيتو ان شاء الله ان شاء الله المزيد من التألق سهيلة معلم لأن سهيلة معلم ترمز للجزائرية فشكلا ومضمونا بلال قل لي برك فقط باش ندير العلاقة بين بيبان زايل لما تكون كممثل ما تحسش صراحة حنا كي يجي بلال بلا بيتيتي نحسوا الفراغ هل أنت تحس الفراغ لما تمثل وحدك؟ يا هضر شكتوسي يا هضر ما احنا هضر احنا هضر مليح اه نهضر مليح عباك بور اتر ان فونتريلوك il faut être un comédien قبل تري بيان دونك قبل ما تكون اي نروان اي انا نهضروا اسكت كيفاش انت تهضروا يا طر نو خدام بيتيتي
تنا انت خدمتو كي يكون كي تكون تهضرتو يا ترى هذه خدمتو خلاص دونك بور اتر ان كوميديان يفوا اتر ان فونتريلوغ باش تكون ممثل فونتريلوغ لازم تجوز على المسرح على لا سين يعني لازم تكون تقمص شخصيات باش تقدر تمد البيرسوناج هذاك الكاركتر هذاك تاع واحد قبيح ما يحشمش لي بيرسوناج تاع دانسانج دونك parce qu'il y a la manipulation il te خليك تحس باللي بيتيتي تاع الصح راهو عنده روح يبان باللي تاع الصح نين تاع تاع الصح نو اي معليش لا 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 اسمح لي اسكو تا في ليكول ولا يعني دي فيديو سور يوتيوب ولا باش تفورمي معك باسكو شوف اسمح لي علاش ما قدرتش نكونسونطري معاك ودوك تقصيت سلطاني باسكو تو ميتريز يقول حاجه لا حاس تا تو ميتريز تالمون بيان ويرياجي معاك ما على باليش اسكو تعلمت اسكو تا في الفورماسيون ولا سي سبيسياليتي هي والله ما درت حتى فورماسيون يعني كيفاش ديكوفريت تا تي انسبيري منين فوالا بارك الله يعني بديت انا في التمثيل يعني في الفوكاه نحس روحي الازي فور في الفوكاه ومالوريزمون كي نروحو نديرو لي كاستينغ هكا في الجزائر ما يعطونيش لا شونس تاع في الفوكاه علاش باسكو بالك حطه تاعي ماشي تاع واحد فوكاي مازال عندنا بالك هذيك الثقافه تاع باش تضحك لازم تكون ماشي شباب وباش تضحك لازم بالك ما يكونوا يعني بير ترشونا ترشونا تاع تاع كوزينه ان شاء الله كوزينه وندير لها عينين هكا وبلاستيك وعبك ما نقدرش بالك نوري لك لي فيديو الاولين كي كنت ندير فيهم تقول لي سبحان الله ما كنت هكذا كيما بالك نيمبورت واحد راهو يشوف كيفاش هو يدير هذايا باش هو يهضر وكيفاش كيفاش هو يمانيبيلي ومن بعد مع الوقت درست عليها ديكوفريت قبل لو طالون كيفاش ديكوفريه يعني كي تشوف هذيك الحاجه وتبدا تسي فيها تلقى روحك باللي موهوب يعرفش يهضر اه خلاص دونك تلقى روحك بلي ماهو فيها دونك يهضر مليح كيما محمد سلطاني يا بيتيتي شكون يهضر مليح كيما محمد سلطاني تاعنا سلطاني وخايف منه شغل ديريكت تاع لاشين هاي طلعت لك على هناك اسمع يعني لازم المشاهد واش لازم يعرف بلي لو ترافاي تاع اللي يديرو بلال اختر او يكونترولي دو مومبر ديفيرون تحسب زوج عباد في عبد واحد يعني يد راهي هاك ويد الاخرى راه دير في حاجه اخرى اون دو سونس و ايل هادي كوم ان باتور ولا كيما ميوزيسيان اللي راهو او ميم طون الكور ديالو يدير بلوزيغ موفمون في اكزاكتومون لو بلو ديفيسيل سمح لي بلال لو بلو ديفيسيل رياض سي كو بلال راه يهضر بصح نتايا ما لو كان تتبع فيه شواربو ما بتفيقش بلي سال فونتريلوغ هي شوف يسموها ليليزيون تاع لا فوا يعني انا راني ندير في كلش وتحس تحسو هو تحسو هو الحاجه الاولى باسكو علاش حنا كي نهضروا ما نهضروش بشواربنا حنا نهضروا بلي كورد فوكال ولا لو سون الهواء يعني النفس لو سوفل دونك هذا الميتي يدوموندي السوف il faut être un sportif il faut être un comédien très bien et un humoriste bien sûr comédien et humoriste هاد ثلاثة هما لا باز très bien parce que لازم يكون عندك لي ريبليك و بيان سور انا نسول اهم من هذا انه سي لو سول بيرسوناج اللي يقدر يسب واحد وما يزعفوش عليه اكيد بلي طار ثاني كيما كان يقول خويا دوكا تلعب يعني تقسم روحك اون دو راهم جايين دي بيرسوناج واحد اخرين وين يعني بيتي نزوجوا لازم انا اشبونس كو باش نلحق دوك تزوجوا منا نبروبوزي لك يعني نقولها لك تخدم ديما ميوزيك شايف سي لا في تاعو دير حلقه زوج ومنها حلقه يتزوج حلقه مدار مع مرتو وبعتي بيبي شو بيبي شاف سو بيبي بيتي شو بيتي شا انا دوك الميتريز كوم سا اكزاكتومون وي لعبوا بابا هم عندو لي دو بيرسوناج عندي ان كونسيبت هكذا والله انا على بالي بلال انت الكونسيبت تاعو عندك بصح المنتج على باليش شكون هو
ومن بعد نبداو ليكم نروحوا لركنا واش سلطاني بعد الجينجل. إذن سلطاني اجتماع مجلس الوزراء واش جا فيه؟ يعني كما كنا نسنا وداروا اجتماع مجلس الوزراء وفي اجتماع مجلس الوزراء تسمى سيد الرئيس كما يقولوا ما كان في الخير لا نعيم سلطاني لا محمد سلطاني طيحنا كامل الغاء هذيك الزيادات اللي كانت مفترضه على الوثائق البيومتريه والوثائق تاع الهويه وغيرها. وكنا سلطاني درنا قراءة ودرت قراءة قبل مجلس الوزراء اللي كان مقرر الأسبوع الماضي وقلت أنه ما يفريها غير رئيس الجمهورية إلى حبينا نلغيو هذا القانون التكميلي. كان هضرها سلطاني. كان هضرها سلطاني. حاجة. نعم بارسكو فوالا لو بريزيدون هو سي لاربيتر هو القاضي الأول في البلاد دونك حتى الوزير الأول يحب يقترح حوايج الرئيس يشوف يميز يقدر يسمع الاصداء منا ومنا ويتخذ قرار القرارات المناسبه. والخويا العزيز انا تما نجي بروبوزي والمعلم الكبير يعني من صلاحياته انه يلغي واش يحب ويدير واش يحب دونك ينا كا 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 اكسبتي فوالا. سوف كو في مجلس الوزراء انسا جاو قرارات اخرى سلطاني برك باش نفهموا الالغاء يعني هذيك تاع البطاقات البيومتريه. نعم. وتاع الباسبور ما مش راحين يكونوا بهذاك الثمن اللي قالوا. شوف احنا يقول فيه زيادات قالوا كيما راه يقعد كيما راه. نعم 600000 في الباسبور سبونس 10000 كارت ديدونتيتي لا لا الباسبور 600000 تاع 48 باج مليون و200 لا 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 راح يبقى كيما راه زيادات ما كاش. دونك ما هما القرارات الاخرى اللي نتج من القرارات الاخرى انه الرئيس قرر قال يا جماعه خلونا من الحكايه هذه تاع قفط رمضان خلاص شغل راك قديم يا حبيبي قفط رمضان وشويه ثاني فيها شويه من ما فيهاش بزاف من الكرامه هذه القفه هذه وان كان كانت القفه هذه مهمه لانه انا بالك ما نحتاجش القفه لكن كاين ناس واحد اخرين يحتاجوا قفه رمضان دونك الرئيس قال لهم يرجعوا يعطوهم اموال اي بان طون ميو بور نو. زيد في بيان مجلس الوزراء انيسا اعطاو اليوم ان شيفر عن الناس زوج ملايين جزائري فقير بون ما راهمش محددين في الجزائر شكون هو الفقير وحتى المعايير الدوليه وكذا ما نظنش بانها راه تنطبق على حددنا زوج ملايين فقراء بصح ما قدرناش نحددوا شكون الاثرياء باش يخلصوا لي زامبو ما نقدروش. لا نساء راهي هذه زوج ملايين فقير راهي خليني نقول لك ماهيش بالتاكيد ولا راهي يعني حسب ابيبري كيما يقولوا جماعه بوغلي دونك فوالا بيان مجلس الوزراء جا فيه زوج ملايين فقير في الجزائر زوج ملايين سي انورم ورغم انه الارقام هذه ماهيش ارقام دقيقه باسكو حنا كل وزاره واش تمد تحكم مثلا وزاره الداخليه عندها ارقام وزاره التضامن عندها ارقام الارقام اللي عند هذا ماشي عند هذا وزاره الصحه في لاداس مثلا ولا في مناطق اخرى عندها ارقام دونك زوج ملايين سي انورم ناخذوا مثلا نيسا لو سوي دو بوفرتي اون فرانس سي 846 يورو 846 يورو 846 يورو اللي قال لك اللي ما يديش تحت هذا ما عندوش هذا القيمه هذه فقير في فرنسا دونك جيماجين انا اون الجيري الانسان اللي يدي السميك نعيم اللي يدي السميك اسكو فقير ولا ماشي فقير اسك داخل مع الفقراء ماشي داخل مع الفقراء وكاين يعني مشروع راهو يخدموا عليه يعني في الحكومه في القطاعات المختلفه باش يعودوا هادو لي سوبفونسيون والاعانات اللي راهي تروح دوك هنايا نشري انا ونقولوا اللي عنده دراهم وسوناطراك ما تحرقهمش ربي يزيد له على كل حال. وسوناطراك تحرق النار ما تحرقه. نقصد يعني اللي عنده دراهم بزاف في الجزائر انا وياه نشرو خبزه كيف كيف نشرو شكاره حليب كيف كيف نطلعوا في البيس ولا نروحوا في المترو كيف كيف سي با نورمال معناه يستفاد من لي مام سوبفونسيون اللي انا نستفاد منهم. صح. قال لك منا للمستقبل ان شاء الله يعودوا يعطوهم سيبلي ولكن كيفاش الامر صعيب شويه دونك فوالا قلت الرئيس عطى قال اوامر باش تعطى المساعدات الماليه مباشره لاصحابها هذه حاجه مليحه كاين برك حاجه نيسا سي كو
كاين ناس قال لك يعني بعض المتتبعين محللين كذا منا قالوا بانه بيان مجلس الوزراء ما تطرقش لقضيه لي ميدسان ريزيدون اللي مازال المسلسل تاعهم. هذا الموضوع اللي راهو اصبح شائك. ايه صحيح، ولكن كاينه حاجه بيان مجلس الوزراء فيه المنطوق والمفهوم، وكاين حوايج الرئيس يتكلمهم مع الوزراء تاعو بدون ما يذكرهم في البيان وسيتو طافي نورمال. وانت تظن انه جبدوا هذا الملف؟ اكيد 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 يكونوا جبدوا الملف هذا، يعني نبصم عليه بالعشره. احنا نتمنوا يصيبوا حل، لانه المستشفيات راهي في حاله ما رايش تعجب سلطاني، يعني ماشي طبعاً. المواطن هو اللي يروح ضحيه خلافات بين الوزاره والطرف الاخر. نشكرك محمد سلطاني. مشاهدينا وصلنا لنهايه هذا البرنامج، نكملوا بالموسيقى مع عبد الرزاق، ولكن مد للضيوف الكرام كلمه اخيره. سهيله معلم كلمه اخيره، ولكن قبل ما تمدنا سهيله معلم كلمه اخيره، احنا نحييو الافتع سهيله معلم اللي نحبوك ونموت عليك. يموت على سلطاني والله يبارك، وما شاء الله واش جاب واش ربى. خير في عمرك. امين يا رب. سهيله معلم كلمه اخيره. جي بروفيت لوكازيون جوستومون كي درت هذاك المشهد، حبيت نقولو بو لا بروميير فوا في دون ان بلاطو جو تام بابا وربي يخليك ليا. ميرسي انيسا، ميرسي بور لانفيتاسيون. نشكر الجمهور اللي حاضر معنا، لي زانفيتي اوسي، بيتشيتشي وي اون بارتيكولير، فوالا الجمهور اللي راهو يشوف فينا في الشاشه. اي اوسي جو ميرسي منال جعفر، باسكو لا ديرنيير فوا شفتها في ليميسيون لا بارلي دو موا وقالت فوالا جو ميرسي. انا ثاني جو لوي سويت بوكو دو سوكسي، عندها لو تالون ان شاء الله، ماشي غير انا نعاونها، يقدر مروان ديجا عاونها، سي تو الموند حنا هكذا فوالا، اللي يقدر يعاون خوه يا با بون دبانه هذه خلاتنيش ترونكيل فوالا. هضري مع هذا فوالا. جو ميرسي توت ليكيب تاع الخوا، لي كوميديان، لا برودكسيون، تو الموند فوالا. وصحة رمضانكم وصحة عيدكم ميلاد. يعطيك الصحة سهيلة معلم على قبولك دعوتنا. نعيم سلطاني، نذكر فقط انك راك اون بلان تورناج لليد في اليد، باش نشوفوا موسم اخر من اليد في اليد. كلمة لجمهورك. سيزون 5 الحمد لله، نقول برك اون كوين فوا شيش هذا رمضان ما ترميوش الخبز ان شاء الله، وديروا الخير قد ما تقدروا، يا لو كان في الطبيعة، يا لو كان في الحيوانات. هاي الهضره، هاي الهضره. تخافوا باسكو هو المنتج اللي هضر الحق، رجعوا تخاف. يا لو كان في الحيوان. صح. لو كان في الحيوان. علاش انت هنا حيوان؟ ما نقولوش عباك، كاين ديفيرونس بين مواطن والساكن. الساكن عنده غير الحقوق، ارابرك. المواطن عنده حقوق وواجبات. من بين هذه الواجبات انه يساعد خوه، من بين هذه الواجبات انه ما نقولوش ما تنظفش ولا نظف ولا ما ترميش. ما ترميش الزبل، ما توسخش. ما نقولكش نظف، مي ما توسخش. هادو كاع مواطن صالح. مي ما تنساوش ثاني، ما تنساوش انه مازال خير في بلادنا ومازال خير في ولادنا. يعطيك الصحة نعيم سلطاني على هذه الكلمات الجميلة. عبد الرزاق كلمة أخيرة. على كل حال نشكرك مع الضيافة هذه ومرحبا بيا عندكم. الله يسلمك. و سي ان بليزيغ على كل حال، تلاقينا مع الحباب ولي زارتيس، ها تلاقى بهم في بلاطو، وكان جدال وكان حوار وكان هذا هو برنامج الجزائريه. وي بيان سور، يعني وبدلنا لي زيدي بيناتنا والحمد لله. يعطيك الصحه على قبولك دعوتنا. بلال كلمه اخيره قبل ما نروح لبيت شي يمد لي كلمه اخيره. انا نقول لكم يعطيكم الصحه، سي ان غون بليزيغ لنا هنا كيف جوزنا سهره ممتعه. ونشكر ثاني نقول للبيبليك، نشكر البيبليك تاعي بيان سور اللي يتبعني، ونقول لهم مازال لي زيبيزود تاع ابل بيتشيتشي مازال يكملوها. اكيد حتى نهايه الشهر نو، باسكو شابين بزاف. صح انا كتبت لي ميغوم جايين. صح نشكر ثاني ليكيب اللي وقفت معايا، منهم نعيم السلطاني اللي نقدر نقول لك لو سول اللي وقف معايا وخدمنا هذا البروجي كيف ومازال خير ان شاء الله القدام. ونشكر ثاني ليكيب اللي وقفت معايا ثاني اللي هما صحابي نجيب وباديس اللي راهم هنا معايا. نشكركم انتم على الاستضافه، ونقول خويا العزيز يسمح لي لبيتي تشيك شما دالو. اذا تزيد عليها حتى ثاني انا شنو انا شريكي، نقول له انا سمحني دا والو.
بيتيتي عطيني كلمة أخيرة. بيتيتي عطيني كلمة أخيرة. قلت لي بيا بيتيتي وسنك تايا. خلاص روح هذا. نقلك عمري كل عندي يا تقيير. نعم بيتيتي. سويلة نديق لك شعر. نديق ليش؟ نديق لك شنارنا. قل لهم كلمة أخيرة. كلمة أخيرة. بيتيتي حبيت يرحم بابك، حبيت تغني لي حاجة. مشنو هي؟ ما على باليش حاجة اللي جاتك في قلبك غنيها. أنا عنديش قلب، أنا عندي يد ويل داخل. ما تغني لي والو؟ غني لها هذيك تاع اللي ما تغنيها. جيبوها يا الأولاد. أكي قضينا سهينا دينا. هذه هي الغنية. لازمني شونسون سونتيمونتال. مشنو سمعتك غنيت لي جيبوها يا الأولاد. يا خو ما تعرفش سونتيمونتال. سيت لي باغول. يدوها يا الهولا عايز نعيا سسق سسق يدوها يا الهولا يدوها اكل يا كريكي. بيجي تغني لها ليها نغني لها ديك تاع ولدي دانو انا نور ولدي دانو انا نور ونطغي هاد لها اسحور وي هاكا غنوا. نشكروك حسني الله يرحم شام حسني فديك ديرك دابس كلو كان سمعوا ما على باليش كيفاه. لا لا بيتيتي حنا نحبوك وعاود ارواح البرنامج الجزائري يا شو وقت ما حبيت. او يخمم. جعني شي حياتي شفت واحد جاي يحكي لي طون. حسين دير له يخو. خلاص نهض بيتيتي نجي تهضر. خلاص ما نجيش نهضر. بيتيتي ما لازمش تحزحفان ياك. خساره عليك نزعست عليك تي عمري شتيك. خلاص. يعطيك الصحة بيتيتي يعطيك الصحة بلال. ميرسي ميرسي ميرسي. إذا سلطاني كلمة أخيرة. بون يعطيكم الصحة، اليوم سيتي أن بليزير ثاني مع بيتيتي مع الشيخ عبد الرزاق نعيم سهيلة افيك بيان سور كيما مي بوت مروان مليح بوتونس بوتونس ايوا كيما شي فوتو قالت رياض ونسرين انت ثاني لو بوبليك ثاني اللي نشكروه ولي ميوزيسيان وكل اللي تكنسيون برافو سلطانيه نسرين كلمه اخيره. Une très belle rencontre avec Fanana Souhila Maalem et puis gars l'équipe les Ram Hadrin معنا اليوم قولهم جوست صحاب الباك une fois encore bonne chance. يعني بنت قولي اللي عندها الباك على اختك على بالي شويه لا بوبلينا صفحه رسميه تاع قناه الجزائريه وانا راه يدير لكم دروس خصوصيه دونك سي لا بروميير فوا كون في سا في دونك في لا باج اوفيسيال تاع الجزائريه وانا راح نطلع نقول برك وانت تتكلمي على البكالوريا نقول لياسمين منور راني تاكل عليك باش تجيبي لي الباك افيك مونسيون من شيرين لازم نهضر على ايه بس حبيبي وشيرين حميده واللي جاب الباك التهنئه في الجزائريه من عندنا علي تري بيان يلا ان شاء الله رياض سلطان يموت على دافيس حسنا سلطان يفكرني في وقت ملي كانوا يخرجوا لي ريزولتا تاع الباك جورنال الجورنال بالاسم بالوعد ما تحوس على اسمك في الجورنال لا سيدي راهم يديروا جزائريه من 8 ل 12 تعليل وسلطان يقول اسامي حميده برقاويس 8 مبروك عليك امين بالعمار حنيس عبد اللذيذ ماشي خساره ولا غنديروها الى حبوا القناه والله غنديروها الى حبوا القناه وبالمناسبه نقولها لكم منا نهار يجيبوا الباك جمع واحد جاب الباك لو كان كل واحد يدير ساعه ساعه برافو نقراو ولا في شاك ايميسيون شاك انيماسيون ومعليش يديروا بيبليسيتي باش ما يقولوش ما دخلش دراهم هذه واسم الاسم الاول اللي مديتو شو هو؟ والله غير حميده كيفاش؟ عبد اللوي ايماجيني صح كاين واحد اسمها حميده عبد اللوي يبقى مملوكه ماشي الباك روحي تجوزي على باليش ولا راه تجوز الباك ان شاء الله تجيبو ان شاء الله ان شاء الله كامل يجيبوه وان شاء الله تعبهم ما يروحش خساره رياض دونك يعطيكم الصحه ميرسي بوكو نعيم برافو عليك ميرسي ايبي انا كاع واش درت انت نشفع على حاجه برك الفنان لارتيست بانتر اللي مشيت تخد لدارو باش تعاونو لقيت كنز عنده اي جو مي رابيل دو ليكسبو دو فيرنيساج اللي كنت درتو في فندق من فنادق الجزائر وكذا دونك يعني ماشي غير في البنيان تاع الديور حتى واحد وماشي يقدر يعيش افيك دينيتي وباش سميك يخليه يعيش افيك دينيتي يعني توي لا انت ثاني يعطيك الصحه. سيتي اون بال اكسبيريونس ورياض رياض بركان نوز اوفير لي بورت دو تاع راديو جيل اف ام ولقينا النداء انه الناس اللي تحب لاغ وتحب الفن التشكيلي يجوا يعاونوا هذا الانسان ولا هذا الفنان التشكيلي اللي الى في شحال 69 سنه ني فام ني اونفون دياليزي 3 فوا بار سيمين ما عنده ابسط الاشياء ما عندهاش في ما عندوش في دارو كان فنيا كان كبير يعني بارك ماشي كان عنده كيفاش كان كنز
اون غوسو شحال 450 واحد الله يبارك صافي الله يبارك باسكو لي زيكسبو تاع دوك تلقى واحد يقول بصحته بدراهمو ما يجيش مون باغي في صافي الحمد لله سهيله كونتينيو يعطيك الصحه اي بي جي ات نشوفك في اليوبوليس ونشوفك في اعمال اخرى باسكو على بالي بلي لو ميور اي تافنير وعلاش لا في لي مارش تاع كان ولا في لي زوسكار انا عاد ديجا ميرسي ميرسي بوكو كيفاش انت راح ديجا لكان وتصور بالكراك لازم نشوفوها ان شاء الله بجائزه ان شاء الله بك فيلم الجيريان عمر نوسيك سهيله وي وكاو رحتي لكان ولا يعني فيها فيستيفال ماشي ديري الخير ما تكونش عندك اون غروس تيت كيما واحد الناس ولاو كاين ناس ولاو سلطانة بدا بالرسائل بابا بدا يبومباردي نعيم عطينا الاسم هذا لا ما وقعني جاريات خلينا انت يا ما وليك تفكر راه تبدل قال لك حاجه نكر وهذا اللي في راسك نكر عطينا شكون هذه اللي جات لا غوست تاعنا رانا في شهر رمضان صحه فطوركم وكل عام وانتم بخير ديكو نعيم قول لهم اللهم اني صائم Voilà, c'est des sultanis pour la blague. Merci, merci, Riyad. Je te souhaite vraiment beaucoup de choses, plein de choses. L'équipe de Yalkom, l'équipe de Yalna, ou de Yalhom, ou de Yalmouchaïdin, ou Hnaga, et puis Mouchaïdin Diana, maintenant ça, je suis avec le jumeur. Merci, merci. Merci, Riyad. T'es gentil, Allah. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, sol, sol. شويه بشويه اسمع الساعه لازم هادي انت ديرها معاهم دركا اسمع مليح عندنا واحد لاده نديروها دوك مشاهدين ديالنا ما تنساوش لاباج ديالنا الجزائريه 1 الجزائريه شو اللي هي الحصه ديالنا كملوا لي كريتيك لي كومونتير ديالكم باسكو مهمين لينا بالنسبه لنا معليش ما يصيرش يعطيهم الصحه ويعطيهم الصحه باسكو بهذا الشيء راهم يخليونا نتفاداو بعض الاخطاء ونزيدوا نقدموا عمل اللي يحبوه هما ونحبوهم وليكم لنا نديروا هذا الشيء فقط نقول رياض انه راهم يبعثوا لنا باش كل واحد مروان رياض وكامل يديروا لهم لي ديديكاس كاش نديروا او موا 10 دقائق 10 دقائق نديروا لهم لي ديديكاس هذيك كاش نعرضوكم كاع ونديركم انا مع الباجي يلا رياض الوقت خلاص ايوا الجمهور تاعنا اللي هو المخير كاع في كاع لي بلاطو ونيميرو 1 الله يدوم هناكم بجيتي تبع هذه الله يدوم هناكم الله يدوم قصتكم سلام مروان حبس حبس نعاودوها مع بجيتي على ما درتش معاهم عاودها معاهم عاودها معاهم انا صوتي رقيق معليش اي راه الله يدوم هناكم الله حبس الله يدوم هناكم اخلاق الله يدوم قصتكم سلام برافو مروان با انيسا كوم شاك فوا شاك سوار يعني جاونا ضياف كيما مسيو قنيف لي جوتيان كيما نقول الله يبارك مازال فيك هذيك الرويحه تاع الشعبي تاع كيف مازال تفكرنا بلي زونسيان الله يبارك نعيم الله يبارك شكرا الاعمال اللي تقوم بها اي بي بلال فرحت لك بزاف 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 ما نكذبش عليك باسكو وصو انا سبتك تخلصني باش قلت هكذا انا بيني هكذا قلت بالك كدير فيا الخير ولا الله يبارك على الانرجي تاعك يا ربي الله يبارك الحمد لله انا سميت بيكاتشو انا يعني انا نساب انا نساب بلال انا اشتياتو فينيسيتي والله العظيم نقول لك علاش اشتياتو فينيسيتي ونقول لك علاش باسكو بلال انا على بالي بلي انت خدمت وعلى بالي بلي بارتيسيبيت في واحد لي كونكور وربحت ابخي جاتك صعيبه باش تعاود تلقى روحك اليوم نعاود نلقاك برودوي باغي ديال البز ربي يوفقك وان شاء الله يزيدوا الناس يعرف بالك دوك تلاقيت في ناعم عرف قيمتك ان شاء الله تتلاقى في المستقبل غير بعباد كيما ناعم يعرفوا قيمتك شتونكوراج بزاف الله يبارك عليك ليكيب اللي معايا كاع شرب حاجه من عندي هاي شرب حاجه حاب اسمع رمضان لازم يفهموا نسيتك حابك نسيت وما هدرتش كاع عليه هدرت لهم كاع وما هدرتش ليه سطرت عليه دابا كاين والو لا ما نورمالي قلت واش نقول لك كومي لا دي لوي فوالا اون ديرني كيما قلت لكم جي ليسي لو ميور بور لا فان باش نقول سهيله سا ما في فريمون بليزير اللي زعما شفتها خرجت بيبي شو بيبي شابخي 4 ans شوفها غيوسيغ في الخاوه افيك ان رول باغي معناتها شتي لا فيليسيتي ومبروك عليك والله يبارك فوالا ميرسي سي ريسيبروك مروان ماما انايا فرحت كي شفتك في عنتر ولد شداد ما قدرتش نوالف مرتي تاع عنتر بالك تولي له عبله شفتي عبله ان شاء الله لا لا ما قدرتش فوالا اش تسوات بوكو دو سوكسي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوك في عمل درامي بوكو افيك بليزير مع بودير مع بودير نشوفوه يبكي هذا واش حوسي غير وين البكا بكا بكيتو في الخاوه خلاص اي بي فوالا سا مفي بليزير وبوبليك كالعاده ديك السلام عليكم اذا مشاهدينا كون حابين تروحوا ويكاند دار ضياف بوشاوي ما عليكم الا تبعثوا لنا
في الرقم 66016 موكلي ديزاتشو تقدروا تربحوا ان ويكاند تروحوا ديروا فيه بيسين مساج وش راكم حابين ديروا ما عليكم الا تبعثوا لنا في هذا الرقم اللي راهو في اسفل الشاشه. نتلاقوا بكم غدا نفس التوقيت نفس القناه في قناه الجزائريه، وابقوا دائما اوفياء لبرنامج الجزائريه شو.